بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأول عفوا، الأول قبل، عندي كلام كتير جدا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، مش عارف أبدأ منين ولا منين الحقيقة، لكن خليني أبدأ دايما بموسيماني ويوم الجمعة الحقيقة، وفوز النادي الأهلي في مباراته أمام المريخ السوداني. النادي الاهلي ادى مباراه جيده، للي اتفرج على المباراه من الناحيه الفنيه النادي الاهلي ادى مباراه جيده جدا. معظم الاهلاويه كانوا مبسوطين بشكل واداء فريق النادي الاهلي في هذه المباراه، لكن المشكله ما كانتش في المباراه، المشكله كانت فيما بعد المباراه. ايه اللي حصل؟ فوجئنا لقينا ان هناك حمله، وحمله كبيره على بيتسو موسيماني كالعاده خلال الفتره الاخيره. هو انت ليه بتدي 8 ايام اجازه؟ هو ليه بيتسو موسيماني بيدي 8 ايام اجازه؟ طيب على فكره انا كنت من الناس اللي كانت دايما وكنت بحاول اسال بيتسو في هذا الامر، وان شاء الله يعني ان شاء الله اعمل لكم مفاجاه قريب جدا جدا ان شاء الله ان شاء الله، ويكون ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر خلال الفتره القادمه ان يكون بيتسو موسيماني معانا على الهواء نساله في هذا الامر تحديدا. ولكن لو حضراتكم تتذكروا ان احنا كان من حوالي شهر ونص شهرين او من قبل كده بشويه كمان، اول اجازه طويله ده بيتسو موسيماني للاعبين، وكلنا انتقدنا هذا الامر، او كلنا كنا استغربنا جدا اللي حصل في هذه الايام، ان هو ادى للاعبين، مش عارف كانت قبل كاس العالم على ما اتذكر، ادى للاعبين 12 يوم او قبل سيمي فاينال افريقيا، وادى وقت طويل قوي للاعبين، وكلنا استغربنا جدا وقلنا 6 ايام اجازه كتير في الفتره دي، 6 ايام اجازه كتير، بتلعب مباريات كل شويه، وكانت الفتره اللي قبلها فتره صعبه وفيها مباريات كثيره جدا. طيب فلما بيتسو ادى 6 ايام كلنا وانا كنت من الناس اللي قالوا في هذا الامر او اتكلمت في هذا الامر، قلت الحقيقه انا مستغرب جدا من بيتسو موسيماني ان هو بيدي اجازه 6 ايام ليه؟ محدش عارف. ولكن بعد ما شفت اداء الفريق وبعد ما شفت نتائج الفريق، اداء ونتائج في ذلك الوقت، قلت ان الراجل ده واضح ان هو عنده مدرسه اخرى غير المدرسه اللي احنا دايما بنفكر بيها او المدرسه القديمه، قد يكون هذا هو جائز. وبالمناسبه انا سالت بيتسو موسيماني على الوقت وليه بيدي الاجازه دي، ولكن انا مش هقول الاجابه دلوقتي، انا هقول الاجابه ان شاء الله لما يكون معانا هو اللي يقول الاجابه. لو ما طلعش معانا على حسب طبعا الظروف والدنيا هتبقى ماشيه ازاي، انا هقول لحضراتكم ماذا قال بيتسو موسيماني ليا لما اتكلمت معاه في هذا الامر. فالحقيقه انا من الناس اللي دايما ما يهمنيش انا بعمل ايه، مش ما يهمنيش، لكن دايما ببقى عايز اشوف في الاخر النتائج جيده. بمعنى ان لما تحط طوبه على طوبه على طوبه على طوبه هتبني عماره. مظبوط؟ مظبوط، ده الاتفاق اللي احنا متفقين عليه كلنا كاهلاويه. لو طوبه من العماره دي وقعت، او من الطوب اللي انت بتحطه فوق بعضه علشان تبني العماره وقعت، خلاص العماره مش هتعرف تبني العماره اساسا. موسيماني بيؤسس لشكل جديد خلال الفتره القادمه، الفتره اللي فاتت والفتره القادمه، ما بتكلمش عن الاجازات، انا بتكلم بشكل عام، هو عايز يلعب كره قدم مختلفه. ولما حضراتكم سمعتوا موسيماني وهو بيتكلم من شويه، من حوالي اسبوعين ثلاثه، اتكلم على ان هو يحتاج الى سنتين على الاقل علشان يصل بالفريق للفكر اللي هو عايزه، بطريقه اللعب اللي هو عايزها. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ما كانش عندي مشكله في مباراه المريخ، على قد ما احنا استقبلنا هدف. كل المباريات الافريقيه تقريبا استقبلنا فيها اهداف، وبالتالي انا هيبقى عندي مشكله في هذا الامر. او مش هيبقى عندي، انا عندي مشكله في هذا الامر اساسا، وهي ان احنا كل شويه كنادي اهلي بنستقبل اهداف في البطولات الافريقيه، وده ما ينفعش. لان انت 1-0 بقيت 1-1. احنا واحنا قاعدين انا متاكد 1000000%، والله بجد كلنا مش انا لوحدي، الاهلاويه كلهم متاكدين 1000000% انه هنكسب هذه المباراه. ولكن في نفس الوقت ما هو انا قاعد متوتر حتى ولو بنسبه قليله جدا. هو ليه انا بحط نفسي في هذا التوتر؟ فلما تيجي تبص على النواحي الفنيه في المباراه، لا تقدر تتكلم وهنقول وهنعمل وهنتكلم في هذا الامر كلام كتير جدا
في هذا الموضوع وفي هذه المباراة تحديدا، ولكن ما بعد المباراة ولقيت عدد كبير من، على فكرة كل واحد حر، عدد كبير من النقاد الرياضيين ومن الإعلاميين ومن المتابعين لشأن كرة القدم المصرية بيتكلم هو ليه بيتسو موسيماني بيدي أجازة طويلة 8 أيام، هو ليه هو ليه هو ليه هو ليه هو ليه. طيب ممكن جدا، ممكن جدا بالمناسبة يكون الأجازة اللي بيديها دي لأنه أنا عندي عدد كبير من اللاعبين موجود في منتخب مصر، وده الكلام اللي احنا قلناه، عندي بقية اللاعبين اللي موجودين مصابين. يعني لو جينا نتكلم عن 7 لاعبين موجودين مع المنتخب الوطني، لو جينا نتكلم عن مجموعة كبيرة من اللاعبين عندهم إصابة، يعني محمد هاني هنعتبره إصابة أو هو بالفعل مش هنعتبره، هو مصاب، عندك بدر بنون، عندك عمار، عندك أكرم، عندك أدي 4 لاعبين بجانب 8 لاعبين ولا 7 لاعبين اللي مع المنتخب، أدي 11 لاعب بجانب اللاعبين اللي هيروحوا من الناشئين للمنتخبات الناشئين والشباب. إذن هتلاقي الفريق بالكامل يعني عدد اللاعبين اللي موجودين قليل جدا، وده مش سبب ولكن قد يكون هذا هو الأمر اللي مع بيتسو موسيماني أو اللي بيفكر فيه بيتسو موسيماني. وبالمناسبة زي ما قلت لحضراتكم أنا اتكلمت مع بيتسو في هذا الأمر، ولكن أنا مش هقول، خليه هو إن شاء الله اللي هيطلع ويتكلم مع حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ويقول هذا الأمر إذا كان هينفع يعني الفترة اللي جاية إن شاء الله. عشان كده عايز تدي راحة أو عايز تنتقد أداء مدير فني انتقده براحتك، أنت حر واعمل اللي أنت عايزه، كل واحد حر، وإحنا اتعلمنا إنه في الإعلام اعمل اللي أنت عايزه وقول اللي أنت عايزه، ولكن في نفس الوقت طيب هو عندما يكون هناك سلبيات ليه ما حدش بيتكلم على الإيجابيات؟ ليه ما حدش بيتكلم عن أن هذا الرجل المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني راح بالنادي الأهلي للاتجاه اللي النادي الأهلي دايما بيمشي فيه، بالعكس ودينا كمان أو ودنا لمرتبة قد تكون مهمة جدا كان بيبحث عنها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ما مشي ريني فايلر، وكان عندنا مباراة في الدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية أمام الوداد وكسبت رايح جاي. مش هذكر حضراتكم بهذا الأمر لأنكم كلكم فاكرين الراجل، حتى هذا أو حتى التوقيت اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم تقريبا كل المباريات اللي لعبها هذا الموسم هو لم يخسر أي مباراة باستثناء مباراة بالميرس، وبقية المباريات كلها كسبها. أنا الحقيقة ببقى مستغرب جدا، ما عنديش مشكلة للمرة المليون أهو بقول، ما عنديش أي مشكلة إن حضراتكم أو أي حد عايز يقول رأي أو ينتقد ينتقد، ولكن على الجانب الآخر إذا كان هناك شيء فلازم نقول أيضا الإيجابيات اللي إحنا بنتكلم عنها، أو الراجل ده عمل إيه، وهو غالبا بعد 4 أو 5 أيام، دي مش معلومة ولكن قد يكون توقع، يعني هي مش معلومة ولكن قد أو هي توقع انه بعد 4 5 ايام اللاعبين اللي ما لعبوش، وانا كمان بيني وبينكم انا كلاعب لو انا بلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي ولقيت نفسي هاخد اجازه 8 ايام، طيب ما انا واخد قبل كده يعني بتمرن بس خلال الفتره اللي فاتت ما بلعبش ماتشات، وبالتالي طب ما انا انزل اتمرن، انزل اتمرن، وده اللي بيعمله معظم لاعبي النادي الاهلي او اللي بيعمله اللاعب اللي خايف على نفسه واللي عايز يصل بالنادي الاهلي او مع النادي الاهلي الى أماكن أو إلى مكانة مهمة جدا بالنسبة للجمهور. لكن المهم يعني أن النادي الأهلي الحمد لله حتى هذه اللحظة ما زال المنافس الأول على كل البطولات. وأنا الحقيقة مش عايز أفتح في موضوع بيتسو موسيماني كتير، لأن ناس كتيرة بتقول لي أصل أنت بتقف مع بيتسو موسيماني عشان قناة الأهلي، وأنت أولا طبعا ده دوري، مش دوري لوحدي، ده دوري القناة بالكامل إحنا نقف، ولكن إحنا عندما نتكلم نتكلم في الحق. إذا كان هناك سلبيات أكيد في سلبيات 100%، فيش فرقة في العالم كله ما فيهاش سلبيات، ولكن في نفس الوقت أكيد في إيجابيات يا جماعة. ما نتكلم في الإيجابيات، ما نتكلم ونقول إن حصل 1 2 3، ما نتكلم ونقول إن إحنا عندنا لاعبين مستواهم قليل ومع موسيماني مستواهم مرتفع، نتكلم على إن هناك بعض اللاعبين اللي مستواهم كان كويس ونزل شوية محتاجين إن إحنا نزق معاهم في هذا الأمر، وبالتالي كلام كتير جدا ممكن نتكلمه من الناحية الإيجابية ومن الناحية السلبية. الحمد لله كمان في نقطة تانية هتكلم فيها مع حضراتكم، كسبنا المريخ، كسبنا المريخ السوداني، يتبقى مباراة الهلال.
اللي اتفرج على المباراه بتاعه المريخ، هي مباراه صعبه ولكن قدرنا نفوز وكسبنا 3-1 وكسبنا 3 نقاط وبنسبه كبيره جدا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه الهلال ونصل الى الدور اللي بعد كده، وان شاء الله ان شاء الله البطوله ما اعرفش ربنا يسهلها ان شاء الله وتبقى البطوله رقم 11 في البطولات الافريقيه، لانه مهم جدا 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 بالنسبه لجمهور الاهلي ان يفوز بثلاث بطولات. يعني انا لو مكان اللاعبين في النادي الاهلي احط الهدف ده قدامي، ان انا مفيش حد في تاريخ النادي الاهلي او جيل من الاجيال العظيمه دائما من 1907 وحتى الان في النادي الاهلي كسب ثلاث بطولات افريقيه ورا بعض. فليه انا لو انا بلعب في هذا الجيل هحط هذا الامر قدامي، ان انا عايز اكسب ثلاث بطولات افريقيه متتاليه، ليه لا؟ عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن الاهلي وفوزه على المريخ وموقف النادي الاهلي قبل مواجهه الهلال السوداني في دوري الابطال. على الرغم من ان التعادل يكفي الاهلي امام الهلال السوداني لتخطي دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، الا ان الكتيبه الحمراء لا تبحث سوى عن الفوز والنقاط الثلاث. وجاء فوز الاهلي على المريخ السوداني بنتيجه 3-1 في الجوله الخامسه لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ليرفع رصيد المارد الاحمر الى 7 نقاط في المركز الثاني، ويتبقى له مواجهه الهلال السوداني مطلع ابريل المقبل. يحتل صن داونز الجنوب افريقي صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بعدما فاز على الهلال السوداني بنتيجة 4-2، فيما يأتي الأهلي ثانيا برصيد 7 نقاط والمريخ ثالثا برصيد 4 نقاط، وهو الرصيد ذاته للهلال في المركز الأخير. الأهلي يتمسك دائما بأحلامه الكبيرة، والنجمة الإفريقية الثالثة على التوالي ستكون المكافأة الأكبر لاجتهاد ومثابرة الجيل الحالي من لاعبي القلعة الحمراء مع مدربهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. وبالمناسبة إيه رأي حضراتكم في أداء الحكام مع النادي الأهلي خلال هذه البطولة الأفريقية؟ قبل بس ما أسيب ملف البطولة الأفريقية، وقلت لحضراتكم إن إحنا الفترة القادمة هيبقى كلام أكتر بكتير جدا عن منتخبنا الوطني ومساندة منتخبنا الوطني إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة القادم يوم 25 مارس. الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني. قبل بس ما أروح لموضوع المنتخب، إيه رأي حضراتكم في التحكيم واللي بيعمله التحكيم الإفريقي مع النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة؟ يعني لما تيجي تتكلم عن مباراه سان داونز كره، يعني لو ده الخط اهو، هات افتح سميد ده، لو الخط اهو الحارس واخد الكره من بره الخط، من بره الخط، والحكم ما ادالوش انذار، مش ما ادالوش احمر، ما ادالوش انذار حتى، وقال لك العب واللعبه كملت في مباراه سان داونز اللي اتغلبنا فيها 1-0 هنا في القاهره. تخيل حضراتكم، ابتدوا بقى افتكروا اللي كان بيحصل معانا خلال هذه الفتره او الفتره اللي فاتت تحديدا، اخرها في مباراه المريخ. مباراه المريخ انا ما بتكلمش على نادي المريخ، نادي المريخ نادي كبير وعظيم جدا ومن واحد من اهم الانديه الافريقيه واهم الانديه السودانيه، ولكن في نفس الوقت هي طريقه اللعب السودانيه هي طريقه لعب خشنه جدا، لازم يكون الحكم واعي لهذا الامر. زي ما حضراتكم شفتوا الحكم في المباراه الاخيره امام المريخ السوداني ما حماش لعيبه النادي الاهلي خالص، لينا ركله جزاء. المباراه اللي قبلنا اللي قبلها لينا ركله جزاء للمره المليون، بنعيد وبنكرر وبنقول وبنشتكي وهنفضل نشتكي، هفضل اشتكي وهفضل اقول هذه الامور، ومش انا لوحدي او مش النادي الاهلي لوحده، معظم انديه البطوله الافريقيه اشتكت، طبعا معظم الانديه الكبيره اشتكت في هذا الامر، انه احنا هو ليه يا جماعه ما فيش فار لغايه دلوقتي في بطوله في دوري الابطال الافريقي؟ افضل بطوله واكبر بطوله واهم بطوله في افريقيا ما فيهاش الفار في دور ال 16 في دور المجموعات، امال عايز تعمل دوري السوبر الافريقي ازاي على راي سعد عبد الحفيظ؟ يعني كلنا سالنا هذا السؤال، لماذا لا يوجد فار؟ لو في فار والله كان النادي الاهلي تاهل من بدري جدا واول عن هذه المجموعه، ولكن حتى هذه اللحظه ما طلعش اي رد من الكاف، ما حدش قال ليه، لماذا لا يوجد فار؟ لماذا لا يوجد فار؟ يعني النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يكون متاهل، ما عنديش اي مشكله، لو النادي الاهلي
كان في فار في هذه البطوله، كان النادي الاهلي تاهل ومن بدري في كانت في نتائج مباريات هتتغير. انا هنا بتكلم عن شيء حضراتكم شايفينه وحضراتكم عارفينه، مش بتكلم عن ان العارضه تنزل والعارضه تعلى والكلام ده كله، لا انا بتكلم عن انه في الفار احنا بنقول كلام واقعي، مش بنقول كلام من الخيال لا احنا بنقول كلام واقعي، كلام واقعي بنتكلم فيه، ان واحد ماسك الكره من بره الخط من بره ال 18 ازاي ما ادلوش طرد، ازاي حارس المرمى ما ادلوش طرد، ليه ركله جزاء بتترد فيها تخش فيها جول في المباراه الاخيره فاول امام لمحمد شريف تترد فيها تخش فيها جول. وبعدين يعني مباراه الهلال والمريخ اساسا كان فيها لعب الهلال وهو بيلعب المريخ، كانت في هي دي طريقه اللعب السودانيه كده، هم مش بيلعبوا مع لا هم بيلعبوا كده، طريقتهم كده اسلوبهم كده. فاللي انا عايزه ان انا كيفيه حمايه الفريق النادي الاهلي خصوصا والهلال بالمناسبه، ما عنديش مشكله من التهور، لكن ما ينفعش ان احنا يبقى في تهور في الملعب، وما ينفعش ان انا محمي قانونا يعني، عشان ما حدش يقول لي كذا، ما ينفعش ان انا اكون محمي قانونا يعني، ما ينفعش ان انا واحد يضربني وما ادلوش انذار، او واحد يضربني والعب. زي ما قلت لحضراتكم، اين تقنيه الفار في هذه البطوله؟ ازاي 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 القاره الافريقيه وباتريس موتسيبي واحد من الناس اللي بصراحه الواحد كان متوسم فيهم خير بشيء كبير جدا، وعوده كانت جيده جدا، ولكن اتمنى ان هي يتم تنفيذها. خلاص السنه دي عدت، هو فاضل فيها مباراه في دور المجموعات، لكن طب والسنه اللي جايه؟ الاهلي دائما ما ينافس على هذه البطوله، دائما ما ينافس على هذه البطوله. انا في ناس كتيره غيري مش هتشتكي لانها ما بتنافس، وبتقول على البطوله دي ان هي بطوله مش عارف ايه، لكن في الاخر انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ان انا اكسب هذه البطوله للمره الثالثه على التوالي، وان شاء الله للمره الرابعه، ليه لا؟ هذا هو النادي الاهلي. زي ما بصرف فلوس عشان يبقى عندي فريق قوي، لازم يبقى كاف حريص على بطولته، ان هو يبقى من هي بتبقى بطوله قويه، هي قويه بالانديه، قويه بالانديه اللي فيها، ولكن لازم التحكيم اللي هو العنصر الهام جدا في هذا الامر يكون جيد، الفار يكون متواجد في كل البطولات، ودي مش مسؤوليتي انا كنادي، هي دي مسؤوليه الكاف. انا مش بهاجم بالمناسبه، ولكن انا بتكلم على العداله اللي احنا عارفينها والعداله اللي احنا عايزين نشوفها، وعايزين البطوله تبقى قويه اقوى من كده. هي قويه وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت هي قوية بأندية، ولكن يا جماعة في ضلع واقع في النص، الضلع التحكيمي ده مهم جدا 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 في مثلث البطولات القوية. أندية كبيرة وقوية، ملاعب معقولة وأصبحت جيدة، طب لماذا لا يوجد تحكيم قوي؟ حاجة غريبة جدا، وأتمنى إن هي تنتهي، لأنه اللي بيحصل ده لولا إن النادي الأهلي نادي قوي وكبير، إحنا كنا يعني حصل فينا حاجات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت. لانه ظلمنا ظلم بين في المباريات السابقه. اتمنى بقى ان كابتن عصام، هو انا مالي بقى، هو الكابتن عصام عبد الفتاح هو عضو في لجنه حكام الكاف، من فضلك كابتن عصام اتكلم باسم النادي الاهلي، اتكلم مش باسم النادي الاهلي، باسم كره القدم المصريه وباسم كره القدم في شمال افريقيا، اللي حضرتك رئيس اتحاد الشمال الافريقي. اتمنى ان حضرتك تتكلم باسم هؤلاء، لان هم دول اكثر المتضررين، لانه في الغالب حد من دول هم اللي بياخد هذه البطوله، واحتمال من جنوب افريقيا بعد كده. غير كده لا، مباريات بتغلبها وممكن تكون مطلعاني هتطلعني بره البطوله، ف لمجرد ان انا الحكم ما اداش طرد قرار تحكيم، هو ده اللي انا عايزه، صفاره الحكم من حقه ان هو ياخد قراره اللي هو شايفه، لان الحكم ياخد قراره في ثانيه. طب امال احنا حطينا ليه الفار؟ ولماذا لا يوجد الفار في كل هذه المباريات؟ شيء مهم جدا جدا لازم نتكلم فيه، ودايما هنتكلم فيه، وهفضل اتكلم فيه طول ما انا عايش وموجود، هفضل اتكلم في هذا الامر لغايه لما يتم تطبيقه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. مهم جدا جدا هذا الموضوع. فاحنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بواقعيه، شيء واقعي ان احنا يا جماعه من فضلكم طبقوا لنا تقنيه الفار. بس ما بنقولش بقى اي كلام في الهوا وخلاص، لا.
كلام واقعي من فضلكم للمره المليون، طبقوا لنا تقنيه الفار. يوم الجمعه اللي جاي يوم تاريخي. تاريخي ليه يوم تاريخي؟ لانه كره القدم المصريه في منعطف خطير جدا ومهم جدا. الجيل ده كمان، مش كره القدم المصريه، كره القدم المصريه لها تاريخ كبير وسيظل دائما لها تاريخ كبير ومستقبلها كويس، لكن محتاجه شغل ومحتاجه اجتهاد ومحتاجه حاجات كتيره جدا، محتاجه ناس مخلصه زي اللي موجودين دلوقتي طبعا. واتمنى اتمنى ان هم دايما يفضلوا في تطور خلال الفتره اللي جايه. الجيل ده عنده فرصه هايله ورائعه ان هو يوصل كاس العالم مرتين ورا بعض. هتلاعب منتخب بتلاعب منتخب قوي، بتلاعب منتخب صعب، بتلاعب منتخب عنده 11 لا 11 ايه عنده 20 لاعب كلهم افضل من بعض، ولكن في النهايه احنا منتخب مصر. انا محمد صلاح، انا تريزيجيه، انا مرموش، انا مصطفى محمد، انا الونش، انا النني، انا قفشه، انا الشناوي، انا ابو جبل، انا عبد المنعم، انا زيزو، انا بقيه اللاعبين اللي موجودين كلهم عشان ما انساش حد، عمر كمال، عمرو السوليه، كل اللاعبين اللي موجودين، وحمدي فتحي. هو ده منتخب مصر، هو ده المنتخب اللي قدر في ظل نقد كبير جدا وفي ظل ان ناس كتيره جدا كانت شايفه ان منتخبنا لا يستطيع ان يتعدى دور المجموعات في بطوله امم افريقيا، ربنا كرمنا ووصلنا للنهائي. وكنت ممكن، انت ما خسرتش في النهائي، خسرت ضربات ترجيح، ما خسرتش في الملعب يعني، على الرغم من انت بتلعب مين؟ بتلعب منتخب السنغال. انا بشوف ان منتخب السنغال هو اقوى منتخب في موجود في القاره الافريقيه بدون اي، وانا قلت الكلام ده قبل البطوله الافريقيه، ولكن تمام يعني، المنتخب السنغالي اقوى منتخب افريقي، انا معترف بهذا الامر من قبل البطوله الافريقيه وقلته، قلته على الهوا كمان. لكن في نفس الوقت منتخب مصر يعرف كيف يفوز على المنتخب السنغالي. ايوه يعني ايه يا عم اسلام؟ ايوه منتخب قوي جدا. لما تتكلم عن الاسماء الكبيره اللي موجوده في المنتخب السنغالي وبيلعبوا بروح بلدهم، بيحبوا بلدهم، بيلعبوا بالروح اللي يعني انا بحب بلدي، غير منتخبات اخرى الحقيقه شفناها كتير. فالمنتخب السنغالي بيجمع ما بين اللاعبين الكبار واللاعبين اللي عندهم الروح، هم عندهم الروح، عشان كده قدروا ان هم يفوزوا على بركلات الترجيح على منتخب مصر. لكن احنا ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخب مصر. منتخب مصر بيتسلح بتاريخ كبير جدا. الجمهور مش 50 ولا 60 هيبقوا موجودين في الاستاد. انا بقول لحضراتكم اليوم ده 110 مليون مصري او 103، كنت معدي من امبارح من صلاح سالم وشفت ان هم 103، 103 مليون مصري كلهم كلهم نفسهم يشوفوا. هتقول لي يا عم في ناس مش مهتمه، شيل ال 3 مليون، 100 مليون مصري ينتظر يوم الجمعه اللي جاي. هنفضل ورا منتخبنا وهنفضل ورا، وفي نفس الوقت انا عارف كارلوس كيروش اختار مجموعه من الاسماء اللي الحقيقه ممكن جدا اعلق عليها، ممكن جدا اقول هو فين محمد شريف؟ افضل هداف، هو من وجهه نظره ان مروان افضل من، او هو افضل في الوقت ده من محمد شريف، اوكي انت حر. لكن لما اجي اتكلم عن محمد شريف، هو محمد شريف فين؟ هو ليه محمد شريف مش موجود وهو واحد من افضل المهاجمين؟ طيب لما تيجي تسال هو مستبعد ليه، محدش يعرف يرد عليك. طيب واحد زي لاعب معين تم ضمه، لما يقول لك ما هو، يقول لك هو اللي موجود، هو اللي موجود في المكان ده يعني، وفي حاجه اسمها كده، في اتنين تلات لعيبه كده عليهم علامات استفهام غريبه جدا. ولو تفتكروا برضو زي ما قلت لحضراتكم كده على ان منتخب السنغال هو اقوى منتخب قبل بطوله امم افريقيا، لو تفتكروا انا قلت لحضراتكم ان محمد مجدي قفشه، انا كلمت قفشه وقلت له هذا الكلام على فكره، محمد مجدي قفشه بعد رد فعله اللي عمله مع منتخب مصر ما قبل او بعد استبعاده من بطوله امم افريقيا، انا قلت ان محمد مجدي قفشه هيكون له دور ان شاء الله، اذا كان ربنا مقدر ان احنا نصل الى كاس العالم، محمد مجدي قفشه هيبقى ليه دور. ما اعرفش هيعمل باس، هيشوط شوطه تخبط في حد، ما اعرفش هيبقى ليه دور ازاي، انا بقول كده، ده وجهه نظري انا.
فعشان كده محمد شريف رد فعله كان في منتهى الاحترام والرقي والاحترافيه بالمناسبه. قال بالتوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله الصعود لكاس العالم، لكن هو من جواه زعلان، هيموت مش زعلان بس. هيموت مش زعلان بس. ولكن هنا بقى بيظهر معدن اللاعب وشخصيته واحترامه لاسم بلده. اهو. بالتوفيق لمنتخب مصر وان شاء الله الصعود لكاس العالم. ده محمد شريف. انا عارف ومتاكد ان هو هيموت زعلان جدا من جواه ان هو ما انضمش، لكن في النهايه خلاص وجهه النظر. زي اللي عمله قفشه وقلت لحضراتكم ايه اللي حصل. هذا هو اللاعب المحترف المحترم اللي عارف بيعمل ايه كويس، وبيقدر قيمه بلده ومنتخب بلده ومديره الفني والمدير الفني لمنتخب بلده. انا بحيي محمد شريف الحقيقه على رد فعله، وهيكون مساند، انا عارف هيكون مساند، محمد شريف هيكون مساند لمنتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. فتره مهمه جدا، منتخب مصر بالكامل كلنا وراه، كلنا في ظهره. مش هقول الاختيارات، مش هقول عمر كمال وعمر جابر ناحيه اليمين، مش هقول احمد فتوح وايمن اشرف، مش هقول كذا، ومش هقول ليه عمر جابر وليه عمر كمال وليه فتوح وليه ايمن اشرف وليه فلان وليه علان، لا مش هقول هذا الكلام. انا هفضل اساند بلدي خلال الفتره اللي جايه، انا بساند اسم مصر. كان بالامكان افضل من مكان. طيب الانتقادات اللي احنا هنقولها، هسال طبعا النجوم اللي هيبقوا معانا طوال الاسبوع، طب ليه ما اختارش اسلام وليه ما اختارش مثلا يعني وفلان وعلان، ولكن طيب قلنا اراء، هي كلها اراء، هو اختار خلاص، الراجل انتهى واختار المجموعه اللي هتكون معاه في منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظره، من وجهه نظره. لكن يوم الجمعه القادم كلنا مشجعين، والله كلنا بندور على تذكره، وكلنا بنخش على تذكرتي وبنشوف بنحاول نجيب تذاكر عشان نخش، وكلنا نفسنا نكون من المساندين لمنتخبنا الوطني في من ملعب استاد القاهره العالمي الكبير، ان شاء الله نكون موجودين يا رب. على قد ما لو قدرنا نجيب تذاكر هنخش، لكن في النهايه كلنا خلف منتخبنا، كلنا لازم نفضل واقفين، مفيش فرق بين الشناوي وابو جبل، مفيش فرق ما بين زيزو وعمرو السوليه، مفيش فرق ما بين احمد فتوح وايمن اشرف، مفيش فرق ما بين حد خالص، مفيش اهلي وزمالك، مفيش بيراميدز واهلي، مفيش بيراميدز وزمالك، مفيش الكلام ده خالص. الكل يلعب باسم منتخب مصر، الكل يتسابق خلال الفتره اللي جايه علشان نصل الى كاس العالم ونفرح ال 100 مليون او كلنا نفرح كمصريين ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. احنا في ظهر منتخبنا وفي ظهر لعيبه منتخبنا لاخر وقت، لاخر وقت، لاخر وقت. احنا عارف الناس اللي بتتفرج على ريال مدريد وبرشلونه النهارده في مباراه مهمه جدا، كلاسيكو الارض، كان كلاسيكو الارض دلوقتي لم يصبح زي الاول الحقيقه، ولكن برشلونه متقدم على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. اوباميانج لاعب نادي الارسنال السابق وبرشلونه الحالي بيحرز هدف المباراه الاول في ملعب سانتياغو برنابيو في الدقيقه 29 من الشوط الاول من عمر هذه المباراه المهمه جدا والكبيره جدا. ستظل طبعا مباراه كبيره، ولكن الحقيقه من وجهه نظري انها بتفقد اهميه كبيره جدا بعدم وجود ميسي، عدم وجود رونالدو، حتى بنزيما اللي كل عشاق، انا من عشاق ريال مدريد بالمناسبه، كلنا طبعا. الموضوع ده هيختلف تماما لو انا بشجع ريال مدريد ولقيت محمد صلاح راح برشلونه، مش عارف ساعتها الواحد هيعمل ايه. ولكن برشلونة وريال مدريد مباراة كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا، ويظل دائما واحدة من تظل دائما واحدة من المباريات الهامة جدا في كرة القدم العالمية. الكل بتستحوذ على اهتمام عالمي كبير جدا في كل بلدان العالم، وبالتالي 1-0 حتى الآن لبرشلونة في ظل غياب كبير لواحد من أفضل لاعبي العالم. يعني أنا بشوف إن محمد صلاح وبنزيما الاثنين دول يتنافسوا مع بعض هذا الموسم عشان ناخد مين افضل لاعب، وجهه نظر انا يعني. فعشان كده مباراه مهمه، مباراه صعبه، لكن في النهايه ارجع مره اخرى لمنتخبنا الوطني، المنتخب الوطني المسانده المسانده المسانده. هنسال ونعمل، ولكن اذا كان هناك راي فهو لن يكون في سبيل الانتقاد، لكن هو راي مدير فني. يعني انا النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا المدير الفني الكبير والقدير الكابتن طارق العشري، معايا ايضا المدير الفني الصغير
احمد والصاعد احمد طارق العشري. ايه الحكايه؟ هنعرفها ان شاء الله لما يكونوا معانا ان شاء الله في الجزء الثاني او الثالث من هذه الحلقه. هسال الكابتن طارق طبعا بما له من خبره كبيره جدا في هذه الامور، ايه اللي بيحصل المنتخب وجهه نظره اللي طبعا طبعا هنساله، وهنسال برضو احمد طارق العشري هل له راي في هذا الامر، رايه ايه في موضوع المنتخب، هل سيكون مخالف لوالده ولمثله الاعلى؟ هنشوف طبعا كلام كتير وحاجات مهمه جدا في الجزء الاخير من هذه الحلقه مع المدير الفني الكبير الكابتن طارق العشري والمدير الفني الصاعد احمد طارق العشري. اخر حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما اطلع فاصل، هي حاجه قد تكون يعني شخصيه شويه، هي مش شخصيه بقى لكن هي خاصه ببلدي. انا كنت في رحله، كنت في رحلة خميس وجمعة وسبت في الأقصر. إيه الجمال والعظمة والتاريخ والناس الحلوة والأهلوية الجدعان الكبار الجامدين. أنا الحقيقة اللي شفته في الثلاث أيام اللي قعدتهم في الأقصر دول، أنا قعدت خميس وجمعة، أنا وصلت خميس الفجر، خميس وجمعة وسبت وجيت السبت آخر اليوم. الثلاث أيام اللي أنا قعدتهم دول من أحلى ثلاث أيام في حياتي، في حياتي اللي انا شفته. انا ما قعدتش دقيقه الحقيقه، كنت بصحى من 8 الصبح وافضل الف على المعابد. و ايه حلاوه مصر دي؟ هو هي مصر دي حلوه للدرجه دي؟ انا حتى قلت ليه، انا قابلت الحقيقه مدير معهد الكرنك ومدير معبد الكرنك ومدير معبد الاقصر، والناس الحقيقه ناس قد ايه في منتهى الاحترام وقد ايه بيحبوا هذا البلد ووادي الملوك. رحت كل حته وقعدت مع المديرين وكل ناس والسياح وكل الناس اللي كانوا هناك، قعدت ثلاث ايام من احلى ثلاث ايام في حياتي، في حياتي والله بجد. يا جماعه انا بدعو الجميع ان هو يروح يزور هذه الاثار. الاثار المصريه حاجه رائعه جدا، هي بره كره القدم شويه، حاجه دلوقتي لكره القدم، ولكن بعد التطوير اللي بيحصل في الاقصر ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ روحوا شوفوا طريق كباش ده عامل ازاي. والله بجد انا بدعو الجميع ان هو يروح يشوف ايه اللي اتعمل في الاقصر. طب روحوا شوفوا المعابد، المسلات اللي موجوده والحاجات كتيره جدا مش انا اللي هتكلم عنها، ولكن ايه الحلاوه. والله بجد يا جماعه انا بدعو كل واحد بيشافني ان هو حتى يفكر ان انت خد ولادك وروح. لو قادر ان انت تروح خد ولادك وروح، والموضوع مش مكلف قوي يعني. ف حاجة مصر دي بلد جميلة جدا ورائعة جدا، وعندنا من الآثار اللي يخلينا أنا ببقى والله وأنا واقف بسمع الشرح كده إيه الحلاوة والجمال ده، جسمي كله بيقشعر، جسمي كله بيقشعر. وطبعا طبعا أهل الأقصر، أهل الأقصر ده برضه أنا بدعو كل أهل الأقصر، لأن أنا في الأقصر حياتي كلها أو القعدة كلها كانت في النادي الأهلي، أو كل الأهلوية حواليا في كل مكان. بجد والله بجد أنا الحقيقة أنا بشكر كل أهل الأقصر، بشكر كل الناس اللي كانوا واقفين معايا. أنا مش عايز أقول أسماء بس علشان ما انساش حد، لكن ده كان ده في أهل الأقصر. قد إيه هذا النادي الكبير العريق، قد إيه اسم النادي لما يبقى محطوط في مكان حاجة تاريخية وحاجة كبيرة جدا. أنا بشكر برضو المدير التنفيذي للنادي الأهلي في فرع الأقصر الأستاذ ياسر. أستاذ ياسر ده له دور كبير جدا في اللي بيحصل. النادي قد إيه في منتهى النظافة، في منتهى الجمال، في منتهى الشباب اللي جوه في منتهى الاحترام، حاجة تليق باسم النادي الأهلي. في مدينة اسمها مدينة طيبة تبعد عن الأقصر تقريبا 15 دقيقة أو بالظبط 14-15 دقيقة بالعربية. حاجة كده إيه الجمال ده، تخش جوه بسين على أعلى مستوى، حاجات جوه على اعلى مستوى، ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ بجد والله الواحد كان فخور جدا. هذه هي تنميه الصعيد اللي الدوله دائما بتسعى ليها بالمناسبه، ان انا يكون عندي، والاهلي طبعا طبعا بيشارك في هذه الامور كالعاده. انا عندي نادي كبير زي النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، شوفوا الناس اللي قاعده عامله ازاي، وشوفوا حبهم للنادي الاهلي ازاي، و شوفوا العاملين هناك. زي ما بقول لحضراتكم انا بتكلم على الاستاذ ياسر لانه هو مدير تنفيذي وهو الممثل للجميع الحقيقه، كل الناس اللي شغاله هناك زي واحد وحاجه محترمه، واسم النادي الاهلي يطغى على كل حاجه هناك. بجد والله انا قد ايه الواحد كان مبسوط وسعيد
ان انا رحت شفت هذا المنظر الرائع وهذا النادي الكبير الرائع والتنميه المجتمعيه اللي بتعملها الدوله في الصعيد بتبدا من الانديه او في جزء كبير من الانديه، والنادي الاهلي دائما ما يشارك في مثل هذه الامور. الاهلي دائما في الرياده. فانا بدعو حضراتكم اي حد بيتفرج عليا ولو يعني حد شايفني صادق في كلامي، بفضل حضراتكم روحوا الاقصر، شوفوا الاقصر عامله ازاي. شوفوا الاقصر وحلاوه الاقصر. واللي مش هيشترك في النادي الاهلي الاقصر هيفوته كتير. انا اقول ماليش دعوه بقى. يعني الاقصر كلها اهلاويه، يا جماعه الاقصر كلها اهلاويه جدا. الاقصر كلها كلها بجد والله انا ما مشيتش في حته غير لما شرفت وكان على دماغي من فوق الحقيقه، من اصغر حد لاكبر حد، اصغر سنا لاكبر سنا يعني. كل الناس كنت سعيد جدا ومبسوط. انا عايز اقول لحضراتكم حاجات كتيره جدا عن الاقصر، ولكن اتمنى ان حضراتكم في اول فرصه، اول حد يجي له فرصه ان هو يسافر الاقصر، سافر الاقصر وروح النادي الاهلي وشوف اللي بيحصل في النادي الاهلي، شوف الاقصر واللي بيحصل في الاقصر وشوف اللي بيحصل في فرع النادي الاهلي في الاقصر. هذا هو الجمال، حاجه رائعه وحاجه جميله جدا بجد والله. شابوه للدوله المصريه، شابوه للدوله المصريه واللي بيحصل في الاقصر مش انا اللي بقول، اهل الاقصر نفسهم هم اللي بيقولوا. وشابوه للنادي الاهلي ولشركه استادات الحقيقه اللي عامله فرع هناك في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه، حاجه تستحق الاحترام وتستحق ان احنا نقول او ان احنا نبقى فخورين باسم النادي الاهلي ان هو موجود في الاقصر. وهذه هي واحده من نتائج الشراكه الاقتصاديه ما بين النادي الاهلي وشركه استادات الوطنيه. كان نفسي بس، انا اسف ان انا دخلت حاجه شخصيه حصلت وقلتها لحضراتكم، بس والله كان نفسي اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل، لانه استمتعت جدا 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 على الرغم من التعب الكبير والشمس اللي كانت حارقه هناك على عكس الايام دي هنا، لكن بجد والله استمتع. وروح وشوف بلدك وشوف ناديك اللي بتحبه عامل ازاي. برشلونه 2-0، اقفل بقى. ما مين اللي جاب التاني؟ مين اللي جاب التاني؟ انا راجل ما بشجعش برشلونه الحقيقه، معلش ما تزعلوش مني. لكل محبي برشلونه انا ما بشجعش برشلونه، وعلى الرغم ما ان انا ما النهارده ما كنتش متفائل، اول ما عرفت ان بنزيما بره ما كنتش متفائل، لكن عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في بقيه هذه المباراه. برشلونه متقدم على ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء. رونالد اروخو ماشي ماشي يا سيدي. طبعا اللي بيقول لي ده بيشجع برشلونه 100%، انا عارف يا عمر صح؟ تشجع برشلونه ماشي. عموما انا بدعو كل المصريين مره تانية ومره اخيره قبل بس ما اطلع فاصل، روحوا زوروا الاقصر وشوفوا حلاوه وجمال الاقصر، وبدعو كل الاهلاويه روحوا شوفوا النادي الاهلي في الاقصر عامل ازاي. روحوا شوفوا النادي الاهلي في الاقصر عامل ازاي، هتستمتعوا وهتتبسطوا جدا جدا جدا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، برنامج تاهيلي لمحمد صلاح. كل كلامنا بقى هيبقى وكل اخبارنا هتبقى عن المنتخب. حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي عنده اجازه 8 ايام، الاجازه اللي عملت يعني مشكله للبعض يعني. عموما ان شاء الله ان شاء الله يكون معايا بيتسو موسيماني ونحاول نساله عن هذا الامر، هو انت ليه بتدي اجازات كبيره؟ لكن نرجع مره اخرى للاخبار اللي عندنا. برنامج تأهيلي لمحمد صلاح في المنتخب بسبب آلام القدم استعدادا للسنغال. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة مدير الفني كارلوس كيروش بالاتفاق مع الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيلي لمحمد صلاح بعدما اشتكى من آلام في وجه القدم بعد مشاركته في مباراته الأخيرة ليفربول أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي، وذلك في المعسكر المغلق للمنتخب لمباراتي السنغال المقرر ليها 25 و 29 مارس الجاري. طبعا كل التوفيق لنجمنا العالمي الكبير. بالمناسبة محمد صلاح عليه خناقة كبيرة. محمد صلاح 3-4 أندية بتتخانق على محمد صلاح، باريس سان جيرمان، وطبعا باريس سان جيرمان الرقم اللي أنا سمعته بيقولوا إن الرقم اللي عايزين يدفعوه لمحمد صلاح 610 ألف يورو أسبوعيا، أعلى رقم أو أعلى مرتب للاعب في تاريخ كرة القدم، في تاريخ كرة القدم. ده باريس سان جيرمان. برشلونة عرفنا إن
تشافي الونسو واحد من الناس اللي مهتمين جدا جدا بوجود محمد صلاح في مشروعه مع برشلونه خلال الفتره القادمه، اللي واضح ان هو ابتدى يعني ياخد بعض النجاحات خلال هذه المباراه. النهارده كسبان ريال مدريد المنافس التقليدي لبرشلونه والمتصدر الدوري الاسباني، والريال مدريد العريق كسبانه 2-0 حتى الان. فمحمد صلاح من اليوفي كمان من الانديه الكبيره في العالم والمهمه جدا، واللي مهتم ايضا بوجود محمد صلاح، وسال عن عقده وعن اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه ما بينه وما بين ريال ما بينه وما بين ليفربول. لكن في النهايه خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر، ولكن خناقه كبيره على محمد خلال هذه الفتره. النني وتريزيجيه بيصلان القاهره للانضمام لمعسكر المنتخب لمواجهه السنغال. النني وتريزيجيه وصلوا بالسلامه مساء اليوم وبيستعد للدخول الى معسكر منتخبنا الوطني. كوكا أحمد حسن، كوكا المحترف في صفوف في قونياسبور التركي، قال إحساس صعب وإحباط كبير. علق أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف قونياسبور التركي على قرار استبعاده من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهتي السنغال، وقال إحساس صعب وإحباط كبير. محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في قائمتي مصر والسنغال. منتخب مصر قيمته التسويقية 152,900,000 يورو. محمد صلاح لوحده 100 مليون يورو. يعني محمد 152 مليون، محمد لوحده 100 مليون يورو. منتخب السنغال 335 مليون يورو و150,000. ساديو ماني لوحده 80 مليون يورو. كاليدو كوليبالي 45 مليون يورو. ادوارد مندي 32 مليون يورو. اسماعيل اسار 27. عبدو ديالو 25 مليون يورو. بعثة منتخب السنغال تصل القاهرة يوم 23 مارس. تذكرتي تعلن نفاد الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال وموعد الثالث. موعد الثالث هيكون أوضحت شركة تذكرتي أن الطرح الثالث سيبدأ اليوم الأحد. زي ما حضراتكم عارفين أسعار التذاكر 2000 جنيه مقصورة، 600 جنيه درجة أولى، 400 جنيه أولى علوي، والدرجة الثانية 250 جنيه، والثالثة 100 جنيه. الحقيقه النادي الاتحاد السكندري اعلن النهارده عن توجيه الشكر للكابتن، او امبارح توجيه الشكر للكابتن حسام حسن وللكابتن ابراهيم حسن وجهازهم الفني، والنهارده بيعلن عن عماد النحاس مديرا فنيا بشكل رسمي لنادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري اعلن تعيين عماد النحاس مديرا فنيا لفريق كره القدم خلفا لحسام حسن الذي تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج في الفتره الاخيره. كابتن علاء عبد الغني مدرب عام، كابتن رامي ربيع مدرب، محمد قطب مدرب ايضا، محمد فتحي مدرب حراس مرمى، كما قررت لجنه الكره في الاتحاد السكندري وقف جميع المستحقات الماليه للاعبي فريق النادي الاتحاد. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيمر بظروف صعبه خلال هذه الفتره من الناحيه الفنيه، يعني انا بتكلم. لكن في النهايه عماد النحاس له دور كبير جدا مع نادي المقاولين العرب الحقيقه في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، نتمنى له يا رب التوفيق ان شاء الله في مهمته القادمه. واحد من المديرين الفنيين الكبار والصاعدين الحقيقه مع اسوان ثم الشرقيه وطنطا والمقاولين العرب، كلها تجارب ناجحه جدا للكابتن عماد النحاس. نتمنى طبعا لعب كونفدراليه مع نادي المقاولين العرب بعد غياب كبير 10-15 سنه اعتقد للمقاولين العرب، وبالتالي عماد النحاس مدرب كبير، نتمنى له التوفيق ان شاء الله في البطوله او مع نادي الاتحاد السكندري. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل زي ما قلت لحضراتكم الاب والابن، المدير الفني الكبير وواحد من المديرين الفنيين اللي بتستمتع بالكلام معاه وبالحوار معاه، النجم الكبير الكابتن طارق العشري، هيكون ضيفنا في البيت الكبير في الجزء الثاني من هذه الحلقه. ايضا احمد طارق العشري، واحمد بالمناسبه مدير فني لاحدى الفرق في
في نادي اسمه نادي بروكسي في الدرجه الثانيه، ومدير فني هل بقى بيمشي على نفس خطى والده؟ ايه اللي بيعمله؟ حاجه جديده كده او بنحاول نعملها مع حضراتكم، ان يكون المدير الفني ومعاه ابنه ايضا مدير فني. ايه اللي بيحصل؟ كلام كتير جدا هنتكلم عنه مع المدير الفني الكبير والنجم الكبير الكابتن طارق العشري، وايضا النجم الصاعد احمد طارق العشري، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه بضيفي في هذه الفقره. انا متعود اصل الكابتن طارق ده بالنسبه لي يعني مثل اعلى وحاجه كبيره جدا، النجم الكبير كابتن طارق العشري. ازيك كابتن طارق؟ كابتن اسلام شرف ومنور. الله يخليك. انا ببقى سعيد جدا لما حضرتك تبقى معايا. وانا اسعد والله. اه والله النهارده كمان بقى سعادتي زادت، اصل انا احمد كنت بشوفه هو يعني وهو بسم الله ما شاء الله كان لسه ايه دلوقتي خلاص ولد صغير يعني بسم الله ما شاء الله دلوقتي مدير فني. ازيك يا ابو حميد؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله مبسوط. انا مبسوط انا مع حضرتك بقى كمان. ازيك يا ابو عز؟ خلاص كبرنا بقى. ربنا يديك الصحه حبيبي. ربنا يخليك. الحمد لله تمام. كويس تمام يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. كابتن طارق هبدأ مع حضرتك، ولكن يعني بعد إذنك نطلع نشوف تقرير عن الكابتن طارق العشري مدربا ولاعبا الحقيقة كبير جدا. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو واحد من أهم وأبرز الشخصيات الكروية، فضلا عن أنه مدرب مخضرم فرض اسمه ونفسه على الجميع بسبب شعبيته الضخمة في مصر. اسم مخضرم لا يختلف عليه اثنان من جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها، فهو شخصية مهذبة لأقصى درجة وراقي جدا في كل شيء، سواء في التدريب أو تعامله مع الجميع. هو المدرب الرائع طارق العشري. ولد في كفر الدوار في شهر نوفمبر عام 1964، ونشأ في قريته، وبدأت عائلته باكتشاف موهبته في كرة القدم. كانت بداية طارق العشري في كرة القدم في نادي الاتحاد السكندري في فترة الثمانينيات، ظل يلعب لنادي الاتحاد حتى أصبح كابتن الفريق، وحمل شارة القيادة للفريق السكندري في كل المباريات التي شارك بها مع الاتحاد في الفترة من عام 1985 حتى عام 1999 في الدوري المصري وبطولة كأس مصر. ثم استعد اللاعب طارق العشري للمشاركة وتمثيل المنتخبات الوطنية المصرية، فبداية وجوده في المنتخبات الوطنية في عام 1985 وحتى عام 2001، لتستمر إنجازات اللاعب طارق العشري مع المنتخبات الوطنية لاعباً ومدرباً، حيث شارك وساهم مع المنتخب المصري العسكري في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في القاهرة في عام 2001، والتي فاز بها المنتخب المصري العسكري، وحصل بعدها كثير من اللاعبين على جوائز فردية، خاصة اللاعب والمدرب طارق العشري الذي حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. بعد اعتزال اللاعب طارق العشري لكرة القدم حقق بطولات رائعة ومميزة، وفي بداية مشواره التدريبي في عام 2001 قاد الإدارة الفنية للمنتخب المصري العسكري، وحصل على بطولة العالم العسكرية في القاهرة، ثم تعاقد معه نادي حرس الحدود الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز المصري موسم 2001-2002، وظل مديرا فنيا لفريق حرس الحدود السكندري حتى عام 2006. ومن أبرز إنجازاته مع حرس الحدود في تلك الفترة أنه حقق المركز الثالث في الدوري المصري، مما ساعد في دخول نادي حرس الحدود للاشتراك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية والاشتراك في بطولة أبطال العرب. وفي موسم 2006-2007 قاد نادي حرس الحدود والحصول على المركز الرابع في الدوري المصري، واستطاع العبور بهم إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر والاشتراك أيضا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وفي موسم 2007-2008 أيضا في القيادة الفنية لنادي حرس الحدود، فحصل معهم في ذلك الموسم على المركز الخامس ببطولة الدوري المصري والعبور أيضا إلى الدور قبل النهائي من كأس مصر. ظل في قيادة حرس الحدود في موسم 2008-2009 وحقق معهم المركز الرابع في الدوري المصري والوصول إلى نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق إمبي، وانتهت المباراة بفوز حرس الحدود بركلات الترجيح 4-2 والحصول على كأس مصر عام 2009. وبعدها
لعب حرس الحدود بقيادة طارق العشري مباراة السوبر أمام النادي الأهلي المصري، وفاز حرس الحدود بكأس السوبر 2009. وفي موسم 2009-2010 قاد المدير الفني طارق العشري حرس الحدود وصعد بهم إلى الدور النهائي من كأس مصر أمام النادي الأهلي المصري عام 2010، وحقق الفوز على الأهلي بركلات الترجيح وتحقيق بطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي. من أبرز إنجازاته التي لم تكتمل هو الوصول بحرس الحدود عام 2011 للتربع على عرش الدوري المصري، ولكن تم إلغاء الدوري في يناير 2011. ليبقى طارق العشري علامة كروية بارزة في تاريخ الكرة المصرية، وهو حقا تاريخ لامع كلاعب ومدرب. وعلى نهج ابن الوز عوام، دخل نجله أحمد طارق العشري المجال التدريبي وخاض العديد من التجارب الناجحة في منصب الرجل الثاني تحت قيادة والده، وكان ذلك مع أندية حرس الحدود والمصري، ثم خاض تجربة الرجل الأول مع نادي بروكسل أحد أندية القسم الثاني قبل أن يرحل عن الفريق. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، ما تقلقش ما نسيتكش، لازم يعني برضو نقول كلمتين في الآخر. كابتن طارق، قبل ما أبدأ مع حضرتك في كل شيء، لكن كان من أهم الانتقادات اللي كانت بتوجه لموسيماني خلال الفترة اللي فاتت عدد الأيام في الأجازات الطويل، إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟ يعني إن هو إدى النهاردة 8 أيام أجازة للاعبين بعد نهاية المباراة، إيه رأيك؟ أنت راجل يعني أنا بثق في رأيك جدا في هذا الموضوع. وطبعا أنا خلي بالك شدني التصريح ده أو الثمان أيام ديت، شدتني بشكل كبير جدا، خاصة إن وما فيش شك طبعا، يعني خلينا نقول اللي إيده في النار مش زي إيده في الماء. وهو طبعا اكيد الكلام ده عارف البرنامج بتاعه، حاطط البلان بتاعه بشكل كويس جدا جدا، وقد ايه ان الراحه هتفرق مع النادي الاهلي. العدد الايام يعني انا ممكن اختلف مع، يعني انا لما جيت اختلف بقى في الايام لما جيت اعطيت مثلا الطلائع بعد المجموعه المباريات اللي لعبنا حوالي 6 مباريات متتاليه ورا بعض فيها ضغط، طبعا انا مش زي النادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاء الله مشوار في الدوري ثم في البطوله الافريقيه، سفر يعني اجهاد ما فيش شك، يعني اجهاد كبير جدا على الصعيد البدني الصعيد الذهني، ويمكن انت احنا خدنا الكلام ده يعني بتجربه شخصيه مظبوط، يعني ما فيش شك طبعا السفر حتى ذات نفسه مرهق جدا جدا، حتى وان كان النادي بيوفر طياره خاصه، لكن برضه في نفس الوقت يعني بتطلع المباريات المحليه البطولات الافريقيه. بعدين الاهلي في الفتره الاخيره مر بظروف كمان لعبته جايه من المنتخب ما فيش شك مرهقه جدا جدا، فطبعا وطلع يعني في الظروف الاخيره دي طبعا اللي هي في البطوله الافريقيه والامور كانت معقده في المجموعه قبل مباراه المريخ الثانيه مظبوط، فالكل كان قلقان بشكل كبير جدا، كل ده ضغط ذهنيا حتى ما فيش شك. فطبعا هو ادرى يعني موسيماني وجهازه الفني ادرى بلاعبيه، يعني انا يعني متاكد يعني مش اعتقد لا متاكد ان هو دارس الموضوع بما يفيد الفريق. يعني شاف ان هم محتاجين الراحه، احنا من بره شايفين انها كتير ان هو 8 ايام عشان يرجع تاني للاعبين، لكن هو شايف اكيد هو مبرمج نفسه بشكل كويس جدا على ان الراحه ديت هتكون مفيده اكتر للاعبين اكتر من التدريب. فطبعا هو اللي ادرى بلاعبيه، وان كان طبعا الناس خايفه طبعا لطول المده، لان كل الفرق بتستعد، يعني كل الفرق اعتقد يعني عطت لثلاث ايام وبترجع تاني تستعد. مفيش شك طبعا في دخله رمضان عليك برضو، دخله رمضان في الوقت مختلف. الكبير ده مختلفه كبيره جدا، لكن هو مفيش شك بيراهن على ان عنده مجموعه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي في المنتخب، فدول مفيش شك حسبناهم هم سبعه سبعه يعني قوام اساسي، لا سبعه وفيها خمسه مصابين اللي هم الاصابات الطويله يعني أيوة. بدر وعمار واكرم ومحمد هاني، مش طويله يعني اقصد 15 يوم ولا 12 يوم هيقعدهم لسه، وبقيه اللاعبين وحد كمان، فدول خمسه وسبعه دي 12 لعيب اكيد طبعا بيتكلم مع مخطط الاحمال بتاعه على اساس ان دي هتبقى انا اعتقد يعني مش راحه سلبيه، الباقي بقى هو مدي لهم راحه ايجابيه. انا فاكر ان في حضرتك برضو في وقت من الاوقات بس كان ايام الكورونا يعني كنت مدي اللاعبين برضو كان اعتقد ساعتها في حرس الحدود مدي لهم برنامج
هو كل الانديه او كل الانديه يعني كل الانديه يعني عملت الاونلاين ده للاعبين على اساس ان هم ما يفقدوش من اللياقه البدنيه بتاعتهم. لكن خلينا نقول ان اللاعب المصري لازم يتحط تحت عينيك انت كلاعب كمدرب لان لما بتسيبه خلصت الامور يعني بتسرح شويه. وخلينا نقول ان العقليات يعني مختلفه عن العقليات اللعيب البروفيشنال الاوروبيه. لان هناك واحد زائد واحد يساوي اثنين. وعارف ان هو هيشتغل ازاي وعارف ان امتى هيريح امتى هيعمل ويك اند بتاعه. لكن اللعيب المصري لما بتسيب له الحبل الدنيا بتبوظ شويه. فلازم يتحط تحت كنترول كويس جدا 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 ويتعمل له برنامج كويس جدا وينفذه بحذافيره. حتى في راحاته الايجابيه بيبقى معمول له بلان ان هو هينفذ ايه في الراحات الايجابيه دي. فانا اعتقد ان موسيماني وجهازه الفني يعني متفقين على الراحه دي محتاجها النادي الاهلي للمجموعه الثانيه. لان المجموعه المنتخب يعني الله يكون في عونهم مواصلين مواصلين من البطوله الامم الافريقيه من البطوله العربيه كمان. لان انت عارف انت من البطوله العربيه للبطوله الافريقيه وبعدين دخلوا في كاس عالم الانديه مش رجعوا للنادي الاهلي بعدين دخلوا في معمعة تصفيات بطوله الانديه الافريقيه بعدين دخلوا في معمعة الدوري العام الدوري العام. فطبعا وبعدين مواصلين لمباراه مهمه مع السنغال. والنهارده المنتخب بيعتمد على القوام العصب الرئيسي للنادي الاهلي هم اللي بيعتمد القوام الرئيسي للمنتخب مظبوط. ف انا اتمنى الراحه ديت ما تاثرش عليهم بالسلب وان هي تيجي بالايجاب زي ما هو متوقع ومرسوم من الجهاز الفني. ايه رايك يا احمد في مثل هذا الامر؟ انا عارف ان انت لكن واخد من باباك كتير جدا في هذه الامور، ولكن من وجهه نظرك برضو شايف الامر ازاي؟ هو زي ما قال الكابتن ان هو اكيد مستر موسيماني ان هو اضرب اللعيبه بتاعته يعني اضرب اللعيبه من الناحيه البدنيه يعني ان هو يديهم مده زي 8 ايام زي ما حضرتك بتقول او اكتر او اقل. فاكيد هو اضرب اللعيبه بتاعته. بس احنا يعني في المجمل العام هي حاجه يعني مش واخدين على كده مش واخدين ان دي تبقى فتره طويله جدا بالنسبه للاجازه للاعيب المصري. يعني خصوصا اللاعب المصري بيبقى محتاج كنترول كويس جدا من مدرب ما بيحتاجش ان هو يبعد فتره طويله زي المده اللي النادي الاهلي اخدها. بس اكيد طبعا مستر بيتسو موسيماني عنده بلان يعني اضرب اللعيبه بتاعته وعنده بلان كويس ان هو يقدر الثمان ايام دول هو مقسم الثمان ايام زي ما اتقال لي مش هياخد القرار ده الا ما يكون مدروس مع مخطط الاحمد ده. خصوصا ده بقى انت عارف يا كابتن ده اول ماتش دي ده خصوصا يوم اثنين يعني واقعيا دلوقتي اول رجع يوم 14 يعني بتكلم عليا يوم 14 الشهر اللي جاي يعني في جاب كبير جدا حوالي 8 29 يوم اوكي 29 يوم كبيره جدا جدا يعني وقت كافي. ده كان انت طالع الجيش يعني ده بالناس انا بتكلم على طالع الجيش هو مش هو مش هياخد القرار ده الا ما يكون قرار مدروس من جميع النواحي بدنيا وفنيا حتى على صعيد الراحه الايجابيه أوكي. المفيده للاعبي النادي الاهلي. هو شايف ده ان في التوقيت ده هيبقى الراحه دي الناس ممكن تكون نظره لها ان هي ممكن تكون سلبيه هتاثر على مستوى اللعب. لكن هو شايف انا كل تصاريحه كنت متابعها لان كان كل تصريح بيقول لك احنا بنعاني من الارهاق اللعيبه بتاعتنا مرهقه لان هم فعلا اللعيبه الوحيده اللي مواصله على جميع الاسعار صح. ولكن هو في نفس الوقت هو كابتن برضو ما هي حصلت قبل كده يعني هو انا افتكر لو تفتكر معايا يا اسلام بس دي كان في نهايه الموسم مستر مانويل السنه اللي الاهلي خد فيها الدوري بدري وسافر البرتغال وكان في ماتش لعيبه اجازه ايوه اللعيبه الاساسيه خدت اجازه صح على اساس ان خلي بالك كانت المواسم متلاحمه صح. فقال لك دي الجاب الوحيد اللي حد فيه اجازه ولعب بفريق تاني مظبوط اعتقد مع الكابتن حسام البدري بقيه المباراه وحتى النادي الاهلي يعني اتهزم اتغلب الماتشين بس كنت خدت الدوري بالظبط كده ما كانوش يفرقوا معاه بس هو قال ان لازم اللعيبه تاخد اجازه خدنا ثلاث اسابيع يعني بالظبط كده مظبوط. فهو انا اقصد ان هو قبل كده عملها وما تزال ساعتها يعني ولغايه دلوقتي نتائج جيده. بمعنى وانا كان مطلوب مني ايه كمدير فني؟ مش مطلوب مني حاجه غير ان انا اعمل نتائج جيده تهيألي يعني طبعا. بص النادي الاهلي حتى وهو كان داخل مع مباراه المريخ وفي بعد الاقصاء من سان داونز طبعا انا بالنسبه لي غريبه ان انت تتغلب رايح جاي ان النادي الاهلي يعني يتغلب رايح جاي من سان داونز يمكن هو يمكن الاقوى في المجموعه لكن ما كنتش قلقان على النادي الاهلي
انا كنت قلقان ان النادي الاهلي بيمر بظروف اصابات كتيره، اجهاد كتير. كان بيأثر، مفيش شك، اللعيبه الاساسيه. انت النهارده كل مدير فني لما بيوصل لعصب فرقه منسجمه اساسيه مفيش شك طبعا. لا انا قصدي لما بيغيب منهم واحد انت بص النهارده مباراتنا اللي احنا قبل ما نخش الاستوديو برشلونه بنزيما بس غايب، مش عايز اقول لك كام كام دلوقتي وهتقول لي زادت كام والله؟ 4-0 يا كان باين. انا عايز اقول لك يعني بنزيما مأثر بشكل كبير واحد الدرجه دي في الشكل في الشق الهجومي لفريق ريال مدريد. شوف قد ايه. لكن انا شايف الشوط الاولاني طبعا برشلونه راجع برشلونه بتاع زمان شويه الولاد اللي موجودين الصغيرين. لا لا تشافي راجع للولاد في وقت قصير جدا جدا صراحه. انا كنت قاعد يعني مستمتع لكن خلينا نرجع نقول ان القرار اعتقد ان هو مدروس وان هو طبعا يعني هيكون في صالح لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله الراحه الايجابيه دي للمجموعه اللي هي طبعا خدت الراحه. المجموعه الثانيه يقول يا عيني عليهم يعني نصيبهم. لا كده كده مديهم. لا لا كده كده. وبعدين هم كابتن معلش مع حضرتك مثلا لو كنت مثلا لا انا بتكلم على مجموعه المنتخب. مجموعه المنتخب انا بتكلم على موضوع المنتخب. حسبك بتتكلم على ان هم متواصلين السبعه دول مواصلين المشوار وهيرجعهم على المعمعه. يعني هرجعوا هيدعكوا تاني يعني. ده هم دول هم دول ما خدوش ده 29 هيرجع يوم 30 يلعب يوم 2 بالظبط. ده برده كانت حاجه غريبه جدا. برده يا احمد انت شفت مباراه الاهلي والمريخ ازاي؟ يعني هل كنت شايف او كنت قلقان على النادي الاهلي؟ شفت المباراه من الناحيه الفنيه ازاي؟ لا انا ما كنتش قلقان على النادي الاهلي وخصوصا من مباراه نادي بيراميدز. من مباراه نادي بيراميدز ابتدى النادي الاهلي كان في فتره من الفترات كان متذبذب شويه في الاداء، لكن من مباراه نادي بيراميدز ابتدى النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. وخصوصا ان مستر بيتسو موسيماني كان ابتدى الدوري بطريقه 3-4-3 لكن هو عدل فيها، بخصوصا ان هو اما مستر كروش اكتشف له هديه محمد عبد المنعم ورجع لطريقه 4-2-3-1 تاني، ودي اللي ابتدى يحافظ عليها من مباراه بيراميدز لغايه مباراه المريخ. فكان مباراه المريخ ابتدى برضو بنفس الشكل اللي هو نهى بيه من مباريات الدوري، وابتدى ضاغط زي ما هو على طول متعود مستر بيتسو موسيماني بيحب يضغط. لا ما كنتش قلقان. ماتش المريخ لا 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 ما كنتش قلقان حتى لما تعادلنا في النادي الاهلي. لا لا انا كنت متاكد ان النادي الاهلي هيكسب الماتش ده ومتاكد من اول لما خسر من سان داونز عارف ان النادي الاهلي هيرجع وهيصعد برضو، فما فيش قلق خالص على النادي الاهلي. قبل بس ما اروح للكابتن طارق، ما بتضايقش مثلا لما حد يجي يقول لك هو انت بس ايه انت ما لعبتش كوره كتير صح ولا لعبت؟ بطلت في سن 25 سنه بسبب الاصابات. يعني بسبب الاصابات ما بتضايقش بقى ومحدش بيسالك يعني انت عشان باباك مدرب فانت شغال نفس الشغلانه ما بتضايقش؟ هو طبيعي كده كده هيتقال. هو كده كده هيتقال. لكن انت تبقى هتنجح هو ملوش علاقه بان انا انجح ولا هو هيحطني في مكان كويس. لكن انا انجح دي بتاعتي انا، دي انا دي واجتهادي بقى. لكن هو يحطني زي ما حطني مثلا في الاستاف التدريبي معاه، لكن انا اكمل وانجح دي اجتهاد انا، دي اللي انا بحاول اثبته للناس. لكن كده كده انا لو ههتم بالكلام وهسمع للكلام مش هعرف اشتغل. انت طول عمرك برضو بتقابل الموضوع ده حتى في وانت بتلعب يعني. وانا بلعب ومن وانا صغير والله. بس هي انا كنت باجي عليه يعني زراعه يعني عمره يعني هو بيلعب كنت باجي عليه راجل على الرغم ان هو كان لعيب كويس. فطبعا هو دي ضريبه يعني ابناء العاملين في الحقل دايما يعني. ولكن هي يعني ترضى في كل المجالات الاباء دايما بيساعدوا اولادهم طبعا في كل هتلاقي على صعيد القضاء على صعيد المدرسين على صعيد الدكاتره مهندسين كل المجالات صح تمام. فانت بتشوف التالنت بتاع الولد بشكل كويس وانت متابعه فبتحطه في المجال اللي هو بيحبه عشان يبدع فيه وبعد كده يبتدي ينطلق. لكن المساعده لازم بتيجي من الاولى بالدفعه الاولى طبعا. لكن ينجح زي ما هو قال الاجتهاد والنجاح دي حاجه بتاعتي انا مش بتاعتك انت. هو عنده صراحه عنده بادره او نواه مدرب جيد يعني على الطريق باذن الله. شايف انت ان احمد يمشي في هذا الاتجاه ويمشي في اتجاه التدريب؟ لا ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه كويسه جدا. وده يمكن اللي انا بقوله على طول الاول في تعب وبعد كده ان شاء الله الامور هتبقى سهله ان شاء الله. قبل ما نسيب النقطة بتاعة التدريب يا كابتن برضو الاتحاد السكندري وإقالته أو توجيه الشكر لكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن بناء على البيان اللي طلع يعني من النادي الاتحاد وتعيين الكابتن عماد النحاس برضو اسم صاعد في مجال التدريب، إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟ شوف طبعا بما إنك واحد من أبناء الاتحاد طبعا مفيش شك. الاتحاد طبعا يعني عنده جمهور شرس جدا وأنت عارف طبعا
مش الاتحاد بس، الاتحاد والاسماعيلي والمصري، الانديه اللي اصحاب الجماهيريه خاصه الساحليه دي. وكان البلان ان الاتحاد يبقى من الفرق على الاقل الاربعه الاولى. ليه؟ لان انا كنت لامس طبعا قربي من الحاج محمد مصلحي صراحه، ده قدم دعم كبير جدا جدا لفريق كره القدم. وشوف حتى على مستوى الصفقات اللي جت، وصفقات كبيره وخلي بالك بمبالغ كبيره، بمبالغ يعني. ودي ما كانتش موجوده ايامنا. خالص ايامنا احنا كنا بنعاني من النقص. لكن على صعيد النادي كانشاءات، حاج محمد مصلحي بصراحه يعني عمل نقله كبيره جدا نادي الاتحاد. نعم. وتحس ان في نادي انت تفتخر بيه كابن من ابناء النادي. او حتى على صعيد الاعضاء. وكمان ما تنساش ان فرقه كره القدم وفرقه السله، الفرقتين اللي هم يمكن مبعث سعاده لجماهير نادي الاتحاد السكندري. مظبوط مظبوط. انا كواحد من ابناء نادي الاتحاد السكندري كنت شايف ان من زمان الكلام ده، ان مش ممكن اسكندريه ما يبقاش عندها نادي يبقى على الاقل ينافس على البطولات المحليه. على الاقل، وكمان يشارك في البطولات الافريقيه. نادي الاتحاد عنده المؤهلات دي. نادي الاتحاد عنده المؤهلات دي. الفتره اللي فاتت طبعا مفيش شك، طبعا مر نادي الاتحاد بفتره مذبذبه في النتائج، والنتائج طبعا بتهز عرش اي مدرب طبعا. فطبعا حصل نوع من عدم الثقه بين الجماهير وبين الجهاز الفني، وكمان عدم تنفيذ للبلان اعتقد او التارجت اللي كان ممكن مرسوم لنادي الاتحاد السكندري. فكان على يعني خلاص يعني كان لابد من تدخل مجلس الاداره في التوقيت ده، وتوجيه الشكر للكابتن حسام. كابتن حسام صراحه بس بنعمله عليهم في وقت من الاوقات الدنيا ساعات المدير الفني بتقف. ويمكن انت عارف ان المدير الفني انا اكتر واحد مجرب الكلام ده، شنطتي جنب الباب. يلا بينا. في اي وقت من الاوقات انت هيقول لك متشكرين، متشكرين طالما انت عملت اللي عليك. ويمكن ممكن يكون واحد حتى مدرب بيعمل كل شيء لكن الدنيا واقفه. الدنيا مش ماشيه معاه. فهنا بيبقى دور الاداره ان هي في التوقيت الجيد، وانا اعتقد ان في توقيت جيد جدا كابتن عماد نحاس وعماد من المدربين الواعدين اللي قدموا، شايف عماد مدرب كويس، مواسم جيده مع نادي المقاولين. ان شاء الله كمان تبقى المحطه دي كمان محطه مهمه جدا جدا لعماد، ان نادي جماهيري يتولى نادي جماهيري، نادي كبير عنده طموحات، عنده جماهير بتتطلع للفوز. مظبوط. في تارجت ان النادي اللي عاوز يحققه، فاتمنى ان هو يكون موفق ويحقق الامال الكتيره جدا اللي هتنعقد عليه. مزبوط. رغم ان دي انا بقى يعني بتبقى طبعا حمل كبير عليه، لكن انا متاكد ان عماد هيبقى قد المسؤوليه باذن الله، وربنا هيوفقه وهينجح طبعا بدعم الحاج محمد صلحي وادارته المحترمه، ودعم كمان الجماهير. الجماهير لها دور كبير جدا جدا في التوقيت ده لفوقان فرقه نادي الاتحاد السكندري، زي ما انا شايف الدعم الكبير جدا برضو لنادي الاسماعيلي في الوقت الحالي. كله زعلان على نادي الاسماعيلي ان نادي الاسماعيلي بيتزايل قائمه الدوري. فتحس ان الانديه ديت في كل ربع مصر لها يعني حته في كل، حتى لو انت بتشجع النادي الاهلي لكن بتحب الاتحاد، بتحب الاسماعيلي، بتحب المصري. الانديه ديت لها كيان كتير جدا عند جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. فانا اتمنى النادي الاتحاد ان ربنا يوفقه ويرجع تاني لمكانته، وكمان تبقى ياخد مكانه احسن كده ان شاء الله مع الكابتن عماد. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل ونشوف نتيجه ريال مدريد كام بالمره. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ولا تزال النتيجه ما بين ريال مدريد وبرشلونه 4-0 لفريق برشلونه. ما نشوف ايه اللي هيحصل في نهايه هذه المباراه. كابتن طارق، انت توليت انديه كتير جدا في الدوري الممتاز، يعني امبي الحرس طبعا والجيش ووادي دجله مصري، انديه كتير جدا، امبي اعتقد المقاولين، انديه كتير وكبير. لكن احلى التجارب او اهم التجارب بالنسبه لك ايه؟ واسوأها بالنسبه لك؟ يعني اهم التجارب ما فيش شك طبعا الحرس. الحرس طبعا، احنا قعدنا مده طويله جدا. قعدت فتره، والمده دي فيها نجاحات، فيها بطولات ثلاثة، فيها ثلاث بطولات وفيها قمة الدوري. صح. في الوقت اللي اتلغى قمة الدوري. وبعد كده من حيث الأهمية إنبي. أنا رحت حققت مع إنبي مركز ثالث. أهلي بنغازي. ومشاركة في البطولة الإفريقية. بعد كده ده على الصعيد المحلي، يعني دول أهم تجربتين وحققت فيهم نتائج. على الصعيد الخارجي طبعًا مع أهلي طرابلس بطولة الدوري.
اهلي بنغازي طفره كبيره جدا جدا على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد المحلي. ويمكن احنا تقابلنا مع النادي الاهلي في دور 16 واقصينا النادي الاهلي. وده كانت يعني مفاجاه كبيره جدا ان اهلي بنغازي يقصي النادي الاهلي رايح جاي في مباراتين لو تفتكر، مره في تونس ومره هنا في القاهره. ايوه 1-0 هناك في تونس و3-1 او 3-2 هنا في القاهره. فطبعا دي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا لاهلي بنغازي، وكانت طفره كبيره جدا مع اهلي بنغازي. بعد كده الانديه كلها اللي توليتها كانت متوسط. كنت حظي يمكن في الفتره الاخيره ان انا كنت بروح الانديه حرس الحدود وادي دجله حتى الطلائع في الفتره الاخيره ان هم كان مركزهم بتبقى متاخره، وان كان بروح عشان الفرقه تبقى في الدوري الممتاز. فطبعا ما فيش شك الحمد لله بيبقى تجربه قويه جدا، ما فيش شك فيها ضغوط كبيره جدا عصبيه، ان انت لما بتلعب بتحط يعني تاريخك الكروي كله وخبرتك عشان تنقذ الفرقه، وممكن ما تبقاش موفق وتنزل يعني بتتحاسب عليك. طبعا بتتحاسب عليك، الناس ما بتبصش انك ضحيت عشان توصل للمكان ده وتتولى المكان عشان تنقذ الفرقه. فلا بتبص ان انت مين اللي مع المدرب مع الفريق، نجح ولا ما نجحش، بتقاس كده. هو نزل يبقى هو اللي نزله. هو هي بتقاس كده. فطبعا يعني الفتره اللي فاتت الحمد لله ودي دجله في الدوري الممتاز، حرس الحدود قبل ما ينزل برضو مريت بالتجربه ديت كانت شديده جدا، وكان ابقى في الدوري الممتاز. تفتكر كنا بنمر بخمس مباريات متتاليه من الصعيد القوي يعني قوي جدا. ماتش اسوان انا فاكر. لا كان اخر ماتش الزمالك. الزمالك. فالزمالك وكان بيراميدز والاسماعيلي والمصري وكان وادي دجله. خمس ماتشات احنا يمكن حققنا فيهم نتائج ايجابيه، وكان على اثرها ان حرس الحدود بقى في الدوري الممتاز. كلها تجارب، يمكن حتى تجربتي مع طلائع الجيش الاخيره ديت انا جبت يعني تجربه برضو بالنسبه لي من التجارب الحلوه بالنسبه لي. ليه؟ لان انت واخد الفرقه في المراكز الاخيره ثلاث اماكن بخمس نقاط، وبعدين تستغل فتره الدوري قصدي البطوله التوقف بتاعه المنتخب بشكل كويس، يعني جت في صالحي صراحه. لو انا رايح والمباريات متتاليه كانت الامور ممكن تبقى معقده، لكن فتره المنتخب فادتني بشكل كبير جدا. اللي فاتت اللي فاتت طبعا بتاعه تورت الامم، انك ترتب البيت على كل الاصعده وتكتشف اللاعبين عن قرب، وبعدين ترتب البيت بدنيا. انت عارف شغلنا البدني بشكل كويس جدا، لان انت جربت معانا ازاي بندوس على اللاعبين عشان يوصلوا، لان انت ده عنصر مهم جدا بيساعدنا في تنفيذ افكارك. فلازم الفرقه تبقى واقفه بدنيا على حيلها، وبعد كده بتخش على الشكل المهاري والخططي وتختيار اللاعبين. لعيبه الطلائع صراحه الكواليتي بتاعها جيد. يمكن احنا خدتهم كان عندهم حاجتين سلبيين. السلبيه الاولى ان هم دخل فيهم 10 تجوان، ده يدل ان الناحيه الدفاعيه بتاعت الفرقه ككل سيئه جدا. 10 تجوان كان في حوالي في 8 مباريات، يعني الرقم رقم انت رقم كبير تتخدم. رقم طبعا. كبير جدا. والحاجه الثانيه ان هم على الصعيد الهجومي ما جابوش غير جونين، واللي جايبهم اثنين مدافعين وكورتين ثابتين. اذا انت عندك قصور في الناحيتين، ناحيه دفاعيه عاوز ترمم الدفاعات ديت بشكل كويس، عاوز الفرقه تقف على حيلك كلها از توتال وتعرف تدافع بشكل كويس، وعاوز تكثف من التطوير الهجومي لكل اللاعبين على اساس ان انت تطور الناحيه الهجوميه. فكان صراحه عمل شاق جدا في شهر عشان نوصل في الست مباريات الاخيره ونوصل للرقم 14 اللي هي 14 نقطه، تحقق 14 توصل للرقم 14 بعد خمسه وتنتقل نوعا ما في المنطقه الدافئه قبل التوقف اللي هو الاخير ده بتاع المنتخب. هيفرق تاني برضه طبعا، هيديك براح انك ترتب تاني لمرحله تانيه لاربع مباريات اللي هي متبقيه من الدور الاول. فانا قسمت شغلي لجزئين، الجزء الاولاني اللي هو بعد الشهر ده ست مباريات دول وحققت حققنا فيهم الهدف. ثم الجزء الثاني اللي هو ال 25 يوم او 28 يوم اللي جايين دول عشان الاربع مباريات الاخيره. الاربع مباريات الاخيره اللي هنبدا بانبي ثم سيراميكا، وبعد سيراميكا النادي الاهلي، ونختم بالاسماعيلي. اربع مباريات من العيار الثقيل، فانت محتاج اعداد جيد الولاد بشكل كويس، ترتيبه جيده، اعاده فلتره اللاعبين بشكل كويس جدا، يعني اعاده تاني على الشق الخططي بشكل كويس. وانت عارف ان انا بهتم بيه بشكل كويس جدا جدا، لان انا عارف كتير جدا جدا ان النواحي الخططيه
خاصة مع الفرق الكبيرة بتفرق كتير، بتفرق كتير جدا، حتى انت بتعليك على الصعيد الخططي بتاع الناس، تحس بقيمتك كفرقة. كمان انت بتحاول تعلي التركيز الذهني لدى اللاعبين وتحط هدف للمكان، مكان يستحق انه يبقى له هدف، يستحق للمكان يبقى هدف، ويستحق انه يبقى له عنده مشروع جيد لبناء فريق زي الحرس كده. قعدنا حوالي من ايام الكابتن حلمي 2001 لحد 2011 يتبنى فريق ويصعد من المراكز التواجديه ثم الشرفيه ثم التنافسيه ثم احراز البطولات. فده اللي احنا، ده اللي نفسي انا احققه مع الطلائع، ان المكان يستحق بشكل كويس جدا جدا، ويتحط له هدف بشكل كويس ويبقى مشروع. وده بيتطلب حاجه مهمه يا اسلام، انك نمره واحد تحافظ على اللاعبين بتوعك ما يتسربوش. وانت عارف النهارده في كلام على مهند، كلام على سمير، كلام على بسام، كلام على الفيل، ودي مجموعه لاعبين عصب الفريق مؤثره. لما انت هتسيبهم هتبتدي تبدا من جديد، وانت مش ممكن كمدرب مشروع تبداه بعدين تيجي اخر السنه يتفشكل لك وتبدا مع ناس جديده. لا، انت عاوز تبدا تحط النواه ثم تبني طوبه ثم تبني بعد كده، عشان تقول ان انا بعد خمس سنين الفرقه دي هتنافس على بطوله الدوري. اوكي احمد، بتبص للي جاي ازاي؟ بمعنى ان يعني والدك واحد من اهم واكبر المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر، انت بتبص للي جاي ازاي؟ انت دلوقتي ماسك فريق درجه ثانيه بتشتغل معاهم بشكل او باخر، هل لو والدك طلبك هتروح؟ هل لو جالك يعني كمدير فني في نادي اكبر هتعمل كده؟ بتفكر ازاي؟ انا من بعد ما بطلت يا كابتن اسلام، وانا اخدت يعني لما اتناقشت مع كابتن طارق قال لي ان انا اخد كارير التدريب، ابتديت اخد الشهادات الخاصه التدريبيه وخلصتها، وابتديت اخش في الاستاف مع كابتن طارق. ودي اخدت 3 سنين، سنتين مع الحرس وسنه مع المصري، والثلاث سنين دول استفدت يعني اخدت فيهم خبره طبعا. اخدت فيهم خبره بشكل كبير، خصوصا السنه بتاعه المصري يعني. فانا الفتره دي بحاول اعد نفسي بشكل جيد، وحتى في الموضوع التحليل الفني برضو للمباريات بحاول اعد نفسي فيه، وخصوصا ان انا فعلى اول السنه ان شاء الله لو في اتاحت فرصه تانية مع الكابتن طارق طبعا دي هتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي، لان طول ما انا مع الكابتن طارق في الاستاف طول ما انا بتعلم. فلو في فرصه طبعا مع الكابتن طارق طبعا هرجع تاني، دي اول اوبشن بالنسبه لي. لو مفيش فرصه وفي فرصه في اتجاه تدريبي فرقه ناشئين او فرقه في الدرجه الثانيه، انا عايز اخدها تدريجي يعني، انا مش مستعجل، انا عايز اخدها تدريجي، اتعلم على قد ما اقدر، احاول اتعلم اي حد اشتغل معاه اتعلم منه، احاول اخد الكورسات الخاصه بالتدريب، وان شاء الله يعني يبقى ليا مستقبل كويس يعني. دايما لما كنت بسال الكابتن طارق زمان يعني ما كنا موجودين مع بعض، كنت بساله له كابتن انت، قال لي دايما انا احب ايه واحد زي جوزيه كده، بيبقى دايما ليه طريقه لاسلوب انت مثلك الاعلى مين؟ طبعا باباك وكل حاجه، ولكن لو هتنظر لمدير فني اخر هتنظر لمين؟ في مصر ولا في مصر يعني انا بحب ابقى متنوع في المدارس التدريبيه يعني الكابتن طارق ليه مدرسه وانا بحاول اشربها على قد ما اقدر منه، في مدارس تانية مختلفه طبعا زي كابتن ايهاب جلال، بحب ان انا برضو لو في يعني مش عكسه، لكن عكس كابتن طارق له طريقه وكابتن ايهاب له طريقه اخرى بالظبط. بس ده بالنسبه لي يبقى انا حاجه كويسه ان انا اما اتعلم من مدارس مختلفه فموجوده في مصر. متعه كره القدم اختلاف المدارس بالظبط طبعا، واختلاف الفلسفات بتاعت المدربين، لان النهارده هو صراع ذهني بين كل المدربين. الله ينور عليك. وكل واحد ليه مدرسته، ايهما يتفوق على الثاني، هو ده الصراع. الحاجه الثانيه ان انت الصراع ده في الشك بيدي كواليتي للدوري، ويدي اثاره للدوري، ويدي حماس للدوري. بس انت فاكر حضرتك برضو كان في فتره كده يقول لك الكابتن طارق اصله بيلعب دايما الكره الطويله لعبد الحميد بسيوني ولاحمد عبد الغني لو فاكر يعني، هو اسلوبه ازاي تنجح بيه؟ تنجح بيه ما غيروش. بص استخدام الاسلوب هو انت لا بس خلي بالك دي اصبحت طريقه مميزه بطريقه العش يعني، بمعنى ايه؟ بمعنى لما تيجي النهارده هو ده وحش انت لا انا قصدي انت تيجي تبص للدوري بحاله هتلاقيه بيلعب سكند بول كل هتدي الدوري. خلي بالك انا بتكلم على ايه، انا حاجه انا نفسي النهارده انا عاوز اكمل لك بس النهارده لو انا المريخ وبيلعب النادي الاهلي وعاوز يكسب وشايف اسلوب النادي الاهلي بيحضر من تحت، انا ايه كمدرب هعمله؟ هقول اضغط من الخلف. لو انا عندي الكواليتي بتاع اللاعبين يستطيعوا البناء من الخلف بشكل كويس جدا هبدا ان هم اللاعبين اللي بيبنوا تحت ضغوط. لو عندي انا لعيبتي بتخطا في منطقه خطر جدا، انا ادي الفرقه المنافسه سلاح
يجيب فيها جول بيا ابعد الكره عني، فابتدي اخد الاسلوب الثاني اللي هو السكند بول، اللي انا اخد الفرقه لنص ملعب فريق الخصم، وعندي انا ممرن الولاد على الضغط بشكل كويس جدا جدا وتقريب الخطوط، وعندي اللاعبين مختارهم يعملوا لي الفارق اللي هي التاتش، سواء التاتش الهجومي اللي يحط لي سرعه او التاتش الدفاعي. حرس الثلاث بطولات اللي خدها كده. قال انا عاوز اقول لك يا اسلام ان الكلام ده مدروس، ما بيبقاش عشوائي، مش مجرد ان انا برسل الكرات الطوليه فقط لا غير، لا لا، ده اسلوب، والاسلوب الولاد متمرنين عليه بشكل كويس جدا جدا. وبعدين لو انت خدت الفرق، لو انت خدت، لو انت ارسلت، خلي بالك اهم لاعب، ولو تفتكر كاميني كان اهم لاعب في ارسال، ليه؟ كان يجيد اللعب بقدميه. كان كاميني لو كاميني حارس المرمى، ايوه حارس المرمى، كان يجيد ارسال الكرات اللي زي دي، ثم يجيد الباسنج. وانا النهارده مثلا جوارديولا لما بيجي يختار فرقه مانشستر سيتي، اهم لعيب بيختاره مين؟ حارس المرمى، لان ما عندكش الكواليتي بتاع النهارده. انت معظم حراس مرمى في مصر يفتقدوا المهاره دي. ايوه ليه؟ لان احنا ما طلعناش مدرسه من صغرهم بيتمرنوا زي اللعيب المهاري. طبعا انا كان كل تدريباتنا كلها تحت المرمى بالايدين. لما اتطورت كره القدم الحديثه اصبح حارس المرمى له دور كبير جدا 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 في تطوير تطوير الخطط لكل المدربين، منها البناء. لو حارس المرمى ده لا يجيد، والتغطيه طبعا، لا يجيد الباسنج والتحرك في منطقه ال 18 وانه يخرج في التوقيت الجيد ويلعب بقدميه برجليه بشكل كويس جدا، اصبح ثغره. لو انا برجع، لو حتى اللعيبه بتضغط، بمجرد انك بتضغط هيخطا. وفي ارقام كتيره جدا جدا حصلت في الاخطاء زي دي. فانت النهارده انت بتبني فرقتك على مجموعه اللاعبين اللي عندك، انت المدرب الذكي اللي يختار الطريقه المناسبه واللي ينجح بيها. اوكي، انت عندك الكواليتي بتاع اللاعبين ان انت تبدا من تحت بشكل كويس، ابدا. ما عندكش ده ما تتفلسفش، عشان انت اللي في الاخر هتشيل شنطتك وتمشي. وتمشي صح. طيب دي طريقه لعب كابتن طارق العاشر، طريقه لعب الكابتن ايهاب زي ما كنا بنتكلم هي مختلفه تماما. كابتن طارق بيبدا، كابتن ايهاب بيبدا من تحت مهما كان بقى، مهما كانت الظروف. كابتن ايهاب بيشترط على اللعيبه حتى لو ضغط عليك العب على الارض، ما بحبش العب لونج باس خالص. فانت عندك استعداد ان انت تروح للمدرسه دي؟ انا بالنسبه لي انا ما اتعلم من كذا مدرسه طبعا. انا بالنسبه لي احنا كلنا بنتعلم يعني لكن انت تطبق ايه؟ ما انا بالنسبه لي لما اتعلم من مدارس مختلفه وبعد كده اما انا اتحط في منصب مسؤوليه واطور على اللي انا اتعلمته، فده بالنسبه لي نجاح. يعني انا بحب، انا بالنسبه لي طبعا الكابتن طارق شهادتي فيه مجروحه، بس انا بحاول على قد ما اقدر، ان هو مدرسه معايا في البيت ومدرسه معايا في الشغل، فبحاول اتعلم منه على قد ما اقدر. لكن اما اشوف مدرسه ثانيه برضو انا عايز اروح اتعلم، انا صغير عايز اتعلم، يعني بالنسبه لي تبقى نجاح ليا. لكن يوم ما انا امسك مدرب، لا، ما انا مش هقلد، انا هتعلم بس اطور انا بفكري انا على اللي انا اتعلمته بس. لكن انا بالنسبه لي طبعا نجاح ان انا اتعلم كابتن حسام حسن طبعا، كابتن احمد سامي في سموحه، انا اتفرجت على شغله في سموحه طبعا، مدرب كويس جدا. فلو اتاحت لي الفرصه طبعا ان انا اروح اتعلم من مدربين اللي في مصر انا طبعا هروح يعني. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنشوف برضو راي جمهور النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي في كابتن طارق العاشر. الراجل ده جمهور الاهلي بيحبه جدا. هنطلع نشوف الاول فاصل، وبعد الفاصل نرجع على رأي جمهور النادي الأهلي في كابتن طارق العشري، ونرجع نكمل مع حضراتكم. كابتن طارق العشري بقى، كابتن العشري هو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني لا يقل أبدا عن أي مدرب أنا شفته في خارجي أو داخلي. هو أقل ما يمكن أن يقال عليه إن هو لازم يكون مدرب المنتخب. يعني ليه إحنا نجيب مدرب خارجي أو مدرب أجنبي وطالما عندنا نوعيات من مثل الكابتن العشري؟ كابتن طارق العشري يعني أنا اتفرجت عليه وهو لعب في نادي الاتحاد، وكان من الناس اللي أخلاق عالية جداً، وبعد كده اتجه للتدريب ونجح في كل الفرق اللي هو درب فيها، اللي هو دربها. وهو عجبني في حته ان هو كان مدرب فعلا محترف وعايز يعني يبني مستقبل كويس ليه، ان جه عمل معايشه مع مستر مانويل جوزيه عشان يتعلم منه. فده مدرب، ده معناه انه مدرب عايز يكبر، وهو كبير فعلا وكبر.
فبنتمنى له كل التوفيق. وطبعا احنا متابعين نتائجه مع طلائع الجيش وجميع الفرق، فمدمرين محترمين، وان شاء الله نشوفه كاحد ابناء مصر بيدرب منتخب مصر، لان ده هدفنا برضو ان اولاد مصر هم اللي يدربوا ونرجع تاني المدرب الوطني. كابتن طارق عاشر من المدربين الممتازين وخد السلم من اولهم بصراحه. كابتن طارق وعنده فكر كروي كويس، ومسك حرس الحدود وخد بها بطوله، من المدربين اللي فاهمين وعارف شغله ايه وبيتعلم. حتى كان منور الجوزيه كان موجود هنا، كان بيجي يتفرج على التمارين وبتاع وبيجدد نفسه. لا كابتن طارق عاشري من المدربين اللي في مصر، انا بعتبرهم الناس مش الجيل القديم ولا لا، ده راجل حديث وبيجدد نفسه وبيطور نفسه على طول، واي فرقه بيمسكها وليه ما يعني في فكر في الارض تعرف ان دي طريق الطريق العاشر. كابتن طارق العاشري ده مدرب مميز طبعا، عمل تاريخ جامد جدا مع حرس الحدود، وحتى من احرز بطولتين مع حرس الحدود من الاهلي، يعني كاس مصر والسوبر، السوبر المصري مع ايام كابتن منور الجوزيه. طبعا نفس الطريق، بس كنا نتمنى ليه يعني يمسك منتخبات، سواء المنتخب الاول المنتخب الاوروبي على الاقل، لكن مش عارف ايه الحظ مثلا ما ساعدوش في حاجه زي كده. كابتن طارق العاشري عامل شغل جامد ومجهود كبير مع نادي طلائع الجيش، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. كابتن طارق العاشري ده راجل محترم وراجل مدرب ممتاز، واحنا عرفنا ان هو بيدرب دلوقتي طلائع الجيش، فربنا يوفقه ان شاء الله، ونتمنى نشوفه في مدير فني في احسن حته موجوده في مصر واحسن نادي يا رب ان شاء الله. ربنا يوفقك باذن الله. بحاجة الناس بتحبك في الاهلي. انا اولا سعيد جدا من داخل النادي الاهلي يا كابتن، خلي بالك. من داخل النادي في الجزيره يعني. انا شوف انا سبحان الله يعني من ساعه ما طلعت ورحت قررت ان اروح ل مستر مانو الجوزي واخد المعايشه معاه، خلي بالك ده كان عن اقتناع ان انا عاوز اطور من فكري بشكل كبير جدا. لكن من ساعتها تحس ان جمهور النادي الاهلي وانا ارتبطت بيهم، يعني حب ليهم بشكل كبير جدا. انا بشكرهم اولا على ارائهم فيا وتقديرهم ليا، ومفيش شك طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا وجمهور عظيم، وهو وكده اللاعب رقم واحد اللي دايما النادي الاهلي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. فانا طبعا بشكرهم وبتمنى ان العلاقه دي دايما تبقى تدوم ويبقى كلها حب احترام دايما متبادل. ويكفيني شرفا ان هم طبعا يعني بيتكلموا عليا بشكل الايجابي ده كمدرب، من النادي الاهلي رغم ان انا مش ابن من ابناء النادي الاهلي، لكن محب طبعا في الشك طبعا النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. فشكرا ليهم طبعا وشكرا على ارائهم، واتمنى دايما اكون عند حسن ظنهم باذن الله. بتتبسط يا احمد لما بتسمع الكلام ده عن كابتن طارق؟ انا اصلا عندي عايش ان عيلتي كلها اهلاويه، وعيلتي كلها متعصبين كمان اهلاويه. يعني انا عندي والدتي اصلا اهلاويه متعصبه، يعني يجي ماتشات الاهلي مع بابا فتقول له لا خلاص انا هشجعك وكده، بعدين تيجي تفكر في الموضوع طب نمشيها تعادل، بعدين تفكر في الموضوع تاني تقول لي لا ده كده الاهلي هيضيع عليه 2 بونت فمش مشكله. لا لا الموضوع عندي الموضوع عندنا لا اهلي متاهلوية متعصبين يعني فبيخلوا ما تخلوش يخش البيت. فانا عايش في الموضوع ده صراع مرير. احنا عايشين لا فطبعا انا ببقى فخور جدا يعني ان انا ببقى شايف ان الكلام ده على والدي يعني خصوصا من جمهور النادي الاهلي. انا عمري ما انسى احمد عارف حرس الحدود، كنت بلعب في حرس الحدود في ذلك الوقت، وحرس الحدود كسب النادي الاهلي كاس في الكاس وكان بيشجعنا، وبعد المباراه ما انتهت يعني من المرات القليله جمهور الاهلي محترم جدا نادى على كابتن طارق ونادى على الفرقه كلها وسقفوا للفريق كله بعد نهايه المباراه على الرغم من هزيمه النادي الاهلي. ايوه ودي من النوادر اللي بتحصل يعني عندنا. من النوادر تحس ان حتى في مباراه طلائع الجيش الاخيره في الكاس حصلت، كان كل ما فيش مشجع اهلاوي قابلني في الشارع رغم ان النادي الاهلي خد البطوله والله الا يقول لي انا كنت بتمنى يعني مش هبقى زعلان لو النادي الاهلي خسر البطوله وان طلع خد فطبعا ده لو ده اللي بيدل على ارتباط كبير جدا بين جماهير النادي الاهلي وبين طارق العاشري، وانا طبعا ببادله بنفس الحب ده والاحترام. ما عرفنا السر خلاص. ما فيش شك طبعا، وبتمنى طبعا توفيق النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير
وسعيد جدا جدا لما بتواجد حتى معاكم في القناه بتاعتكم. شرف ليا كبير جدا شرف جدا فينا يا كابتن والله. وطبعا النادي الاهلي طول عمره طول عمره طبعا بيتبنى المواهب من صغرها وبيكبرها بشكل كبير جدا. وانا يمكن لما خدت القرار ان انا اروح النادي الاهلي فطبعا كان قرار عن اقتناع نمره واحد. النادي الاهلي كان في الفتره ديت طبعا هو كبير طبعا طول عمره لكن هو كان متسيد القاره الافريقيه 10 سنين لو تفتكر النادي الاهلي واحتكر البطولات الافريقيه. مانويل جوزيه كان افضل مدرب خلال العشر سنين الاخيره ديت كلها. صاحب فكر اوروبي وانت يمكن انا معايشتي ليهم انا يعني الناس احتضنتني بشكل كبير جدا جدا ورحبت بيا فطبعا انا بشكرهم لان ده علامه انا ما بنساهاش في تاريخي لان اثرت معايا بالايجاب في شخصيتي شخصيتي المستقبليه. وللصدف للصدف السعيده ان احنا اول مباراه نقابل النادي الاهلي في الكاس كسبنا النادي كانت قبل النهائي في لو تفتكر في الماكس استاد حرس الحدود في الماكس وان مانويل مستر مانويل طبعا جه وسلم علينا وقال اتمنى تاخد الكاس قال لي اتمنى ان انا ارجع من كان عاطي الاجازه اللي هي بتاعت اللي احنا بنتكلم عليها دي انك الاقي حرس الحدود والحمد لله كنا ما خيبناش ظنه الحرس لعب امبي في النهائي بالظبط وخدنا الكاس. طيب كابتن طارق خلينا بقى نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر داخل حلقة مباراة يعني أنا لسه كنت بتكلم مع حضرتك أولا كيف ترى ترتيب كارلوس كيروش للمعسكر؟ مش عايزين نتكلم عن أسماء لأنه في الآخر هي وجهات نظر. يعني أنا بشوف أنه هو يعني اختار مثلا اسم من الأسماء اللي موجودة وعليه علامات استفهام لكن في النهاية ما هو خلاص اختار يعني مهما قلنا ولكن ترتيبه بقى بشكل عام ورأيك برضو طبعا في الأسماء. خلينا نقول إن حق أصيل للمدير الفني في اختيار القائمة اللي هتمثل منتخب مصر بالظبط. وإن كان هناك في لاعبين كانوا صراحة هيبقى لهم دور في المنتخب صراحة يعني منهم أنا صراحة خلينا نتكلم بكل وضوح محمد شريف. محمد شريف من اللاعبين اللي تحس حتى في النادي الأهلي الفترة الأخيرة لعيب فايق على الصعيد التهديفي. أيوه. وأنت في المباريات اللي زي السنغال انت محتاج لاعب قناص زي ده يعرف يجيب لك جول في من انصاف الفرص يستطيع ان هو يترجم لك خاصه ان الفرص مش هتبقى كتيره في مباراه السنغال. فانت محتاج اللعيبه اللي زي دي ولكن في الاخر هي وجهه نظر زي ما انت بتقول كلنا بنقبل سبورت لله بشكل كويس جدا جدا واحنا يعني كلنا ورا المنتخب وكلنا صراحه يعني بنعمل كل الدفعات للمنتخب في الفتره اللي جايه بنهيئ له كل الاجواء على اساس ان احنا قدامنا مباراتين مهمين جدا جدا اهمهم طبعا المباراه الاولى للافتتاح المفتاح الاولاني اللي هيديك اريحيه في المباراه الثانيه لان انا مش متصور لو انت ما عملتش نتيجه ايجابيه هنا انك هتعدي من هناك. خلينا نتكلم في هنا الاول يعني لان انت بتلعب مع منتخب اولا المنتخب الاول على صعيد التصنيف افريقيا المنتخب اللي حاصل على البطوله الافريقيه الاخيره واللي كسبك يمتلك من الاسلحه والاهداف والطموحات لتحقيق انتزاع الورقه لكاس العالم عنده نفس الطموحات متساويه زينا زيهم هم عندهم بيعدوا نفسهم واحنا كمان بنعد نفسنا. اذا مباراه على صعيد التوازن القوى انا شايف ان هي متوازنه وان كان هم اعلى سن السنغال طبعا تمام. على صعيد المهاري على صعيد الخططي لعبته كتيبه منتشره في كل انحاء اوروبا منتشيين في الفتره الاخيره حاصلين على البطوله الافريقيه وعارفين ان هم بيلعبوا المنتخب الاقوى في القاره الافريقيه هو منتخب مصر بدليل ان المباراه ديت انا شايف انها سيناريو متكرر هيبقى متكرر من البطوله الافريقيه البطوله الافريقيه اللي اقيمت في الكاميرون تمام. الفرقتين عندهم طموحات الفوز عندهم طموحات وان كان طبعا المفترض الغلبه تكون لينا لان احنا هنلعب على ملعبنا وكمان بحضور جمهوري ملعب رائع جمهور انا شايف الاستاد من وجهه نظري انا الشخصيه يعني مش عارف ده يعني تتفق معايا ولا تختلف ان هيكون في صالح السنغال يعني ايه بمعنى ان لعيبه المنتخب السنغالي مش احنا مش السنغال بس كلنا كل المنتخبات اللي شاركت في الكاميرون كانت اشتكت من ارضيه الملعب مظبوط وان هي بتاخد من قدرات اللاعبين اوكي الاستاد مش هياخد من افضل الارضيات المتواجده في مصر
أوكي. معمول بطريقه صراحه يعني لعبنا عليه بشكل كبير جدا. فسلاح انا متاكد ان هو هيساعد المنتخب السنغالي. يعني ايه يساعد المنتخب السنغالي؟ يعني اللعيبه دي متمرسه على الملاعب الاوروبيه، والملاعب الاوروبيه ما شاء الله في الكواليتي بتاعها عالي جدا. يعني بيهتموا بادق التفاصيل عشان توصل ان الملاعب تبقى كويسه تساعد اللاعبين. فانت المباراه اللي زي ديت انت بتخطط في اجواء خارج الملعب، او انت بتختار اجواء تساعدك في الفوز. نعم. منها ارضيه الملعب. فالارضيه دي انا متاكد ان هي هتساعد اللعيب المنتخب اسرع، هم اسرع، هم اقوى، هم امهر، هم يعني في الحاجات اللي زي ديت في الملاعب اللي زي ديت تلاقي امكانياتهم تبان اكتر. فانت مفيش شك طبعا كلنا بنتمنى نلعب على الارضيه اللي زي ديت بشكل كبير جدا تبقى مباراه، لكن في مباريات انت بتخطط ازاي تكسب ولا تلعب. صح، زي دي. ايوه، انت النهارده لو انت النهارده خلينا نتكلم يعني بكل واقعيه ان لو احنا عملنا افضل ماتش للمنتخب امام منتخب السنغال ولكن ما حققتش النتيجه، الناس هتزعل، وكانت النتيجه سلبيه والنتيجه ايجابيه لصالح منتخب السنغالي، هل هيفتكروا الاداء الجيد اللي انت اديته؟ مش هيفتكروا، لكن هيفتكر ان انت خسرت ورقه الترشح. صح. اذا انت عشان تخطط لورقه الترشح ده في عوامل انت لازم تاخدها سلاح ليك. منها دي يمكن انا كلمتك بكلمك قلت لك يوم ما كسبنا ما كنت مع اهلي بنغازي، والاهلي بنغازي كان بيلعب في تونس. اتعرض علينا ملعب رادس، وملعب رادس شبيه بملعب استاد القاهره. وانا قلت لهم لا انا مش عاوز ملعب رادس، ملعب رادس هيخدم لاعبي النادي الاهلي. الاهلي المصري. طبعا. هيخدم النادي الاهلي المصري. الاهلي البنغازي لما كسب. لان انا عارف امكانيات المهاريه للاعبي النادي المصري، لاعبي النادي الاهلي المصري. لو اطيحت لي الملعب بشكل كويس جدا هيتفوق عليا. فقعدت ادور على ملعب في تونس، لقيت ملعب اسمه الشاذ الزويتي. ملعب صغير. قضيه الملعب بتاعت الملعب مش الكواليتي بتاعها مش عالي. تخدمك انت كاهلي بنغازي. تخدمني انا. على طريقه لعب انا. لان انا عاوز انتزع الفوز، او على الاقل ما تغلبش من الاهلي. تمام، لان انا عارف الفوارق الفنيه. طبعا عارف في فوارق منتخب السنغال ومنتخب مصر، في فوارق ولا مش فوارق؟ في فوارق، في فوارق. كلنا مجتمعين، مش انا اللي بقول ده، كل التصنيف اللي بيقول. مش كده ولا ايه؟ صح. ففي فوارق فنيه انا عاوز يعني اختزلها، عاوز اشيلها، اقللها بشكل كبير جدا. فكان نتيجتها ان انا كان حصل لي تفوق، والنادي الاهلي اول ما نزل التسخين اشتكى من ارضيه الملعب. فخد من قدرات ذهنيه للاعبين والجهاز الفني، وابتدوا يتكلموا على ارضيه الملعب. ان غير الملعب غير مناسب. ارضيه برج العرب تناسبنا اولا للتمرس عليه، احنا لاخدنا انتزعنا بطوله كاس العالم عليه. واحنا بنلعب عليه بشكل كويس. هم ممكن ما يساعدهمش، الارضيه تقيله وما تساعدهمش. عايز حد متمرس عليها يعني. ايوه، وانت في الاخر خلي بالك عايز اكسب الموقف. المباراه اللي بينك وبين السنغال في الكفتين دول نتيجه ممكن تكون كام؟ انت لو توصل 1-0 2-1 1-0 بالنسبه لك طبعا ده يعني هيبقى يعني شيء كويس جدا. طبعا 2-0 يبقى خلاص انت ضمنت الصعود. صح. لو انت وصلت ل 2-0 انت ضمنت الصعود. تمام. لكن انت في اسلحه خارج الفنيات داخل الملعب بتساعدك انت كلاعب. انا من وجهه نظري ان ملعب استاد القاهره هيساعد الفريق السنغال اكتر من لاعبين منتخب مصر. وبالتالي انت شايف ان المنتخب المصري قادر ان هو يعني بالشكل اللي احنا شايفينه. خلينا نشوف ان المباراه هتكون سيناريو. سيناريو للمباراه النهائي في بطوله الامم الافريقيه. وان كان بس على ملعب افضل بقى. ما انا بقول وان كان المفترض ان انت كمنتخب مصر بتلعب جوه بلدك وسط جمهورك وبتدور على انك تنتزع الفوز، فانت عشان تدور على انتزاع الفوز فلازم هتهاجم. وهنا الخطوره، لان انت ازاي انت تحافظ على التوازن الدفاعي بتاعك بشكل كويس جدا عشان مرماك ما يخشش فيه هدف، لان لو انت داخل فيك هدف بيأثر عليك بالسلب. الحاجه الثانيه ان انت عاوز تحرز هدف بالظبط في اللعيب. وانا اعتقد ان المباراه هتبقى مغلقه تكتيكيا، فرص فيها مش هيبقى كتير. المنتخب السنغالي يعني يمتلك من اللاعبين اللي تقدر ينفذ معاه اي تكتيك. ممكن الكونتر اتاك، ممكن الفاست اتاك، ممكن السكند بول، ممكن الاستحواذ. عنده اللاعبين الكواليتي الجيدين. الحاجه الثانيه ما تنساش
المنتخب ده منسجم بقاله فتره مع مدربه، بقاله فتره طويله جدا. البطوله الامم الافريقيه اللي قبل كده الوصيف، وبعدين البطوله السنه دي هو البطل. يعني اذا عنده انسجام قوي جدا بين اللاعبين، ولاعبين جيدين على مستوى الكواليتي، لاعبين على المستوى الاحترافي، عندهم امكانيات كبيره جدا جدا، عندهم سرعات، عندهم ويل بيلدينج باللاعبين. انا اعتقد ان كروش مركز كتير جدا حتى كمان على صعيد الاجسام بتاعت اللاعبين، على اساس ان هم يجاروا لعيبه منتخب السنغال. فطبعا مباراه في الملعب محتاجه تركيز ذهني كتير جدا جدا جدا، محتاجه صبر من الجمهور، لان الجمهور انت عارف لما الدنيا بتقلق بيبتدي يزوم شويه والكلام شويه، ولو قدر الله كمان لا، ده انت محتاج مسانده للاخر، لاخر دقيقه، لاخر دقيقه، لاخر دقيقه. التعادل خلي بالك يعني حتى لو لسه الماتش فيه، يبقى الماتش في الملعب، يعني انت خلي بالك الماتش في الملعب، الناس بتقلق. لا لا خلي بالك التعادل لسه الماتش في الملعب، هناك هيبقى هو عايز يجيب جول، يعني ساعتها لو تعادلت هنا ايوه يديك انت العكس، يديك انت بقى الفرصه ان واحد زي محمد صلاح واحد زي تريزيجيه بالظبط كده، لو قفلت بشكل كويس جدا تعمل النتيجه لكن المهم ان انت ما تخسرش المباراه، ما تخسرش المباراه. عايز اعرف رايك احمد برضو في اختيارات كارلوس كيروش وفي شكل الماتش هيبقى ازاي. واحنا كابتن اسلام تاريخيا احنا لاعبين 12 مباراه مع منتخب السنغال، احنا كاسبين 6 وهم كاسبين 4 ومتعادلين 2، فاحنا متفوقين تاريخيا. لكن احنا على ارض الواقع احنا هنلاعب منتخب لحد ما متفوق علينا في الناحيه المهاريه والناحيه وفي السرعات. فاحنا انا بالنسبه لي ان احنا لازم نطلع على الاقل، ما نطلعش يعني نطلع بنتيجه ايجابيه في اول ماتش، يعني اهم حاجه ما يجيش فينا جون، لان انت هتقابل لعيبه كبار جدا زي ساليو باك ليفت، بونا صار في باك رايت، عندك اه كلكم بصراحه يعني كولوبالي في المساك، كلهم اسماعيل صار، واتفورد، ساديو ماني، ليفربول. فبالنسبه لي اهم ماتش الماتش الاولاني ان انت تطلع بنتيجه ايجابيه وما يدخلش فيك جون. عندهم اقوى افضل حارس مرمى على الصعيد الاوروبي مظبوط وفي العالم كمان. لكن في القائمه طبعا انا بالنسبه لي علامه استفهام على محمد شريف، زي ما قال الكابتن محمد شريف مظبوط. يعني انا مبسوط كمان لدخول قفشه، لان صراحه انا شفت قفشه اتظلم ان هو ما كانش موجود في البطوله الافريقيه، يعني صراحه يعني خاصه انا كمان، لان كروش على الصعيد التكتيكي هو بيعتمد على طريقه 4-3-3، لكن انا لو هنا على ملعبي عاوز اطور، عاوز اعمل كثافه هجوميه، صح، فبشيل واحد من نص الملعب وبلعب كمان يبقى قفشه الراجل رقم 10 او اللي هو اللي ممكن يغير لك شادو سترايكر، ان هو يقدر كمان يضيف لي كمان على الصعيد الهجومي بشكل كبير جدا. فهو عدم تواجده في البطوله الافريقيه انا شفتها اتظلم، لانه كان بيقدم بشكل كويس وكان مؤثر جدا مع النادي الاهلي، وما زال يعني حتى في الفتره الاخيره قفشه عامل دور كويس جدا جدا مع النادي الاهلي على الصعيد التمويل، على الصعيد التهديفي، على صعيد الربط بين خط الدفاع ونص الملعب وبين خط الهجوم. فانا مبسوط ان دخل المنتخب وده حقه الطبيعي، وان شاء الله كمان يشارك مع المنتخب. ما استغربتش من استبعاد مهند لاشين؟ استغربت طبعا، يعني بعد كل الفتره منتخب بطوله عربيه وبطوله امم وبعدين يجي في ماتشين زي دول يستبعد منتخبه وياخد نبيل دونجا اللي ما خدوش معاه. يعني هو مهند طبعا، نبيل دونجا لعيب كويس، لكن انا بتكلم على ان مهند كان معايا بطوله عربيه ولعب وبطوله افريقيه، لعب بطوله افريقيه ولعب. طيب يعني انت مش بتقيمه، عايز ايه بالظبط؟ يعني خاصه ان مهند في الفتره الاخيره بصراحه مر بظروف صعبه جدا. محمد شريف اولا محمد شريف كمان ما كانش معاه كويس، يعني مهند كمان مر بظروف، لان كان دخل من بعد ما دخل جيم بطوله افريقيه دخل موضوع كورونا وقعد فتره طويله جدا بعيد، واحنا صراحه ضغطنا عليه عشان يرجع وعشان يمارس. فطبعا اللعيب لما يبقى مريض ويرجع مش هيبقى الكواليتي بتاعه طبعًا في الانتاج جيد، بس انت عارفه، بس انت عارفه، صح، انت عارفه. فطبعا يعني انا استغربت طبعا، وبقول لمهند يعني معلش هارد لاك، مالكش نصيب، هي كل شيء نصيب. مهند موقفه ايه مع نادي طلائع الجيش يا كابتن؟ مهند عشان احنا سامعين كلام كتير. لا هو مهند اصلا لاعب لطلائع الجيش لسه في عقد ممتد، في عقد ممتد بس الانديه مش سايبانا في حالنا بالظبط، ضغوط كبيره جدا، ودور طبعا دول الايجنتات في مصر يعني وجعين دماغنا واكلين، ومفيش شك طبعا كلنا عارفين ان هناك سقف لطلاع الجيش في الماديات طبعا، فهم بيلعبوا على السقف ده ان هو هيديك اعلى يعني طبعا، يعني ان هو هيدي اللاعب اللي هو عايزه، تعرف اللاعب لما بيلاقي مبلغ كبير دماغه بتلف طبعا طبعا يعني وانت النهارده الارقام وصلت لارقام يا اسلام كبيره جدا، كبيره جدا، خياليه صراحه يعني في مصر يعني كبيره جدا جدا. وانا بصراحه بقول يعني انه انديه امكانياتها
الماديه اللي هتواصل ان هي تستمر الجيش بصراحه في في يعني في في ضخ الاموال دي كلها. فانت انا من رايي ان محتاجه تقنين شويه في موضوع الماديات، لان احنا اولا ما عندناش الامكانيات الانديه دي كلها، فلازم الانديه تكون قريبه من بعض عشان تدي كواليتي كويس، لكن ما يبقاش في فارق كبير جدا بالانديه خاصه على صعيد الماديات. فهو مهند لسه مكمل المفروض عقده مكمل، لكن لو جاله عرض كويس ممكن تفكر طبعا. لو انا بتسالني انا عاوز اعمل مشروع واكمل، انا احافظ على القوام الاساسي على المجموعه اللي موجوده. لكن لابد ان يبقى قاعد مرتاح طبعا، يعني مش هيديك اللي انت عايزه. ذهنه مرتاح بالظبط، نفسيته مرتاح. فده دور كمان مجلس اداره في المشاركه معاه ان شاء الله. يا رب كل التوفيق يا كابتن طارق. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق على وجودك معانا، وبجد انا بستمتع بحضرتك. الله يخليك يا كابتن اسلام. النهارده معانا احمد برضو نفس يعني بجد والله عاجبني جدا احمد واسلوبه الهادي. ان شاء الله ربنا يوفقه. ان شاء الله ربنا يوفقك كده يا احمد. انا مبسوط انا كنت مع حضرتك يا كابتن. انا بشكرك جدا يا احمد. انا بشكر حضرتك جدا النهاردة. انا بشكر حضرتك جدا وكنت مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده. اول مره تبقى مع كابتن طارق في برنامج هوا؟ تاني مره. تاني مره. كابتن طارق اصله قعدته جميله يعني تقعد احنا في البيت على طول كده. على طول كده. ها يا بختك يا احمد. هو سوى عز الدين خلاص. ان شاء الله ربنا يوفقه احمد وان شاء الله يشق طريقه سواء بمعايا او يبقى له مستقبل ان شاء الله في اي نادي باذن الله. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا يا كابتن طارق. شكرا جزيلا يا ابو حميد على وجودك معانا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراته القادمه. زي ما قلت لحضراتكم الفتره القادمه كلها هيبقى المنتخب الوطني ومسانده منتخبنا ان شاء الله في مباراته القادمه الصعبه جدا جدا جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.